اهلا بكم. بلا شك في ناس استفادت جدا من عالم تجميل الاسنان، كل العالم استفاد من عالم تجميل الاسنان. عالم تجميل الاسنان او تجميل الاسنان واحد من الفروع الطبيه اللي غيرت الكثير والكثير، ويعني اقدر اقول ان في قفزه علميه في تجميل الاسنان كبيره جدا في السنوات الماضيه. عايز اوريكم كريستيانو رونالدو، كريستيانو رونالدو تحديدا. ليه انا اولا طبعا انا من الناس اللي بتحب كريستيانو رونالدو كلاعب كوره، طبعا راجل يعني عالمي وهو شخصيه كمان لطيفه جدا. كريستيانو رونالدو من الناس اللي كان عندهم عيوب في اسنانهم كتيره جدا جدا، فراغات، سنان نفسها شكلها مش حلو، رغم وهو ابتسام، هو دائم الابتسام، الراجل على طول مبتسم يعني، او بتعبيرات وشه دايما موجوده، يمكن غير ميسي يعني، ميسي هادي في تعبيرات الوش، لكن كريستيانو رونالدو على طول زي ما انت شايف هو بيتكلم ومبتسم من هو صغير يعني. الراجل ده مشهور وهو عنده 18 سنه. فلفتره طويله كانت عيوب اسنانه دي يعني الى حد ما مديه انطباعات، اولا ان ده يعني ده نجوميه، بدا يعمل شويه حاجات في اسنانه. في الاول الاسنان اللي عملها ما كانتش جيده او كان فيها عيوب برضه، شايف بقى الدراسه بقى، وبعدين بعد كده نقل نقله تانية خلاص بقى، راح طبعا للمتخصصين جدا وعمل، شوف شكل الاسنان نفسها كان فيها عيوب، ابتسامه لثويه واضحه جدا، وعرض الابتسامه بتاعته كان مبين العيوب دي بشكل واضح جدا، لانه هو كان عنده تقريبا يعني نبمه مفقود مش موجود. طبعا سنانه كانت صعبه لانه في تعاريج وفي بقى الكوليدور كان يعني جوانب السنان كانت دايما تبان، وعدم سيمترية في الابتسامة، ما كانش فيه يعني توازن في الابتسامة يمين وشمال، وبالتالي الوش نفسه كان فيه عدم سيمترية. كل ده اتظبط بتجميل الابتسامة أو ما يسمى بالتجميل الأسنان. بلا شك هذا العالم مثير للغاية، تعالوا نتوغل في خفايا هذا العالم. أنا دايما بسميه عالم الجلوس فيه أو الوقوف فيه في منتصف الطرق هو المكان الآمن، لأن الإكستريميتيز يعني إن أنا أروح يمين قوي فخلي السنان بيضة قوي وبتلمح قوي وأوفر قوي، ده مش حلو. وفي نفس الوقت طبعا لو أنا عملت يعني بلا مقاييس تجميلية، بلا فهم لكلمة تجميل سنان، برضو النتيجة هتبقى مخيفة ومزعجة للغاية. تعالوا نعمل الديسكشن الممتع القادم مع ضيف العزيز، الاسم المتميز في عالم تجميل الأسنان، واللي دايما منتظر لقاءاته يعني الجميلة اللي فيها دايما حوارات خارج الصندوق. ضيفي العزيز هو دكتور عبد الله متولي، أخصائي تجميل الأسنان والمؤسس لمركز برايتي لتجميل الأسنان ولزراعة وتجميل الأسنان، عضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان، المصمم للابتسامة المعتمد من البي دي سي بإنجلترا. أهلا بك يا دكتور. ازيك يا دكتور أيمن؟ أنا عايز أبدأ معاك ب كريستيانو رونالدو. مش بس كريستيانو، النجوم كلهم اللي كان عندهم سنان وحشة وتحولت إلى أسنان جميلة كان لازم يعملوا كده. طبعا هو كريستيانو رونالدو بالذات، مع ان انا يعني تبع المجموعه بتاعت ميسي يعني، بس حبيبي يعني. بس كريستيانو رونالدو بالذات كانت زي ما انت قلت يا دكتور ايمن، ان هو على طول بيضحك، فدايما الانسان اللي على طول بيضحك يعني، لو ميسي مثلا كان عنده نفس المشكله بتاعت رونالدو اللي هو ما عندوش السنه اللي هي اللاترال اللي جنب السنتين في النص، ما كانش حد خد باله ولا كان هو نفسه خد باله. الفكره كلها ان كريستيانو رونالدو من الشخصيات اللي دايما بتضحك، فالاسنان بتاعتها مؤثره في الكاركتر بتاعها او في شخصيتها، فلازم تكون مظبوطه. طبعا هو في الاول عمل حل كونزرفاتيف شويه، اللي هو عمل تقويم، وبعدين بعد التقويم عمل امبلانت زراعه. الابتسامه اتعدلت بس ما وصلتش للبرفكشن يعني، ما وصلتش لمرحله عاليه قوي من التجميل. بعدها بقى السنان اللي هو موجود بيها دلوقتي دي، طبعا الفينيرز والتجميل وعالم التجميل اللي احنا ايه هنتكلم فيه النهارده ان شاء الله. هو كان عنده ابتسامه لثويه برضه لما بيبتسم لسه بتبان سنه، كان عنده ابتسامه لثويه سنه، اهي باينه اهي ابتسامه لثويه، بس حاجه بسيطه قوي، حاجه بسيطه. لا في ابتسامات لثويه اعنف بكتير. ما معنى الابتسامه اللثويه عموما يعني؟ ابتسامة لثوية يعني وهو بيضحك جزء من اللثة بيبان أكتر من 1.5 أو 2 ملي، بيدي كذا كذا شعور للمريض، بيدي إحساس بإن أنت كبير شوية في السن، أو
صغير قوي، يعني اما يديك احساس ان انت كبير او صغير قوي. بيدي احساس دايما بان الضحكه مش مريحه، وعلى فكره المصريين معظمهم يعني نسبه كبيره جدا منهم عندهم ابتسامه نسويه. طرق بقى علاجها كتير كتير، ليها كذا طريقه في العلاج. اول طريقه لو شفنا مثلا حاله زي اللي معروضه دي، دي ابتسامه نسويه تعتبر بسيطه او جريد 1 او حاجه دايركت، بنعمل ايه؟ بنقص اللثه بالليزر او بالجراحه على حسب الكيس، وبنركب فينيز. لو شفت يا دكتور ايمن الكيس اللي تحت الفينيز هتلاقيها طبيعيه جدا، دي مش اسنانها الطبيعيه اللي تحت، دي قشره، القشره التجميليه اللي هي الفينيز دي، بنحطها عشان نوصل لافضل ابتسامه، مش بس ان احنا بنشيل من اللثه، فاحنا بنشيل من اللثه ملي او 2 ملي او حسب ما الديزاين طالب يعني، ونركب القشره. طب لو شفنا الحاله اللي بعد كده هتلاقي ان الحاله ديت مختلفه، دي حاله تانية بالظبط. دي حاجه كده اسمها ترحيل للاسنان. ترحيل يعني ايه ترحيل؟ بص يا دكتور ايمن على الحاله اللي فوق كده هتلاقي الاسنان طويله. صح. طب لو انا شلت من اللثه هتطول قوي، هتبقى طويله قوي. طب الحاله تحت هتلاقي مفيش لثه وفي نفس الوقت السنان اقصر من فوق، ازاي بقى؟ فاحنا عملنا حاجه اسمها ترحيل، شلنا من فوق وقصرنا من تحت. فاذا موضوع الابتسامه اللثويه مش بس بشتغل في اللثه، عشان كده السنان تحت بانت بالظبط. ايوه، كان ما فيش سنان تحت باينه خالص، ودي حاجه غريبه. برافو عليك يا دكتور ايمن، هتلاقي السنان اللي تحت بانت، ده حجم التقصير اللي احنا قصرناه من الاسنان. ده انت طلعت بس بتاع 3 4 مللي 4 مللي. بالظبط. فالفكره كلها ان الابتسامه اللثويه مش بس علاجها بان احنا نقص اللثه، الموضوع داخل فيه الاسنان وبقوه. لان انت في الاخر جاي لي عشان تخرج ابتسامتك افضل، ولا تيجي اعالج لك مشكله اللثه وتطلع باسنان شكلها وحش. لا، انت بتيجي بشيل لك من اللثه وبرحل لك الاسنان. دي تعتبر من الحالات الصعبه، مش من الحالات طب الصعبة. لو احنا حطينا الحالتين يعني الاربع صور جنب بعض، احنا دلوقتي عندنا حالتين بنقارن بينهم، الاثنين الجزئين اليمين والشمال اللي هنشوفهم دلوقتي بيعانوا من ابتسامة لثوية، الاثنين عندهم ابتسامة لثوية، بس الأسلوب العلاجي في الناحية اليمين اختلف عن الأسلوب العلاجي في الناحية الشمال. بالظبط. الحالة الأولانية اللي هي على ناحية الشمال دي اسمه ترحيل. ترحيل. ترحيل يعني بنشيل من اللثة وبنقصر الأسنان من تحت. الحالة اللي جنبها مش ترحيل ولا حاجة، هو قص لثة وبنركب بس القشرة عشان الابتسامة تبقى أفضل. أنهي الأصعب؟ طبعًا الحالة الأولى. طبعا اللي هي الترحيل. بالظبط. دي عايزه بس ايه رايك في الفينيرز؟ الفينيرز بقى، الفينير حلوه جدا طبعا، ماتيريال حلوه جدا. نوعها ايه الفينير ده؟ اي ماكس الترا. اي ماكس الترا. بالظبط. اوكي. طيب في قضيه تانية عندي وحاله تانية عندي، وبرضه على فكره كانت تقريبا في كريستيانو رونالدو حاجه شبهها يعني كده، هي اللي هي انا بشوف ناس عندهم اللاترالز مش موجودين. تمام. ايه بقى اللاترالز دول؟ اللاترالز السنتين اللي جنب السنتين اللي في النص، اللي بين الناب والسنه اللي في النص. حلو. دول اسمهم لاترالز. في ناس كتير قوي 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 بتتولد بحاجه اسمها كونجنتال ميسنج لاترالز، يعني بدون السنتين دول. دي حالات كتير قوي مشهوره جدا. طيب علاج الحاله دي ايه؟ حاجتين. زي ما عمل كريستيانو رونالدو كده وهو صغير، بس هو عمله وهو ايه؟ صغير. تقويم، يقفل السنتين ويزرع. طيب هل العلاج ده بيؤدي الى افضل نتيجه؟ هو طبيا لكن كتجميليا مش افضل نتيجه ولا حاجه، في حالات افضل. طب افرض كريستيانو رونالدو ده بقى عنده 40 سنه وبقى لعيب كوره مشهور، هو دلوقتي 38 سنه وفضل بالكونجنتال ميسنج لاترال ده، هل هنقول له اعمل تقويم وبعد التقويم اعمل زراعه وبعدين بعد الزراعه اعمل فينيز، ولا بنقدر نشتغل على طول؟ لا، بنبدا نشتغل على طول. فاحنا مش بنختار الحل كده وخلاص، احنا بنختار انسب حل للمريض. حاله زي دي مثلا، دي كونجنتال ميسنج لاترال، كريستيانو رونالدو كان عنده واحده بس اللي ناقصه، هنا عنده الاثنين ناقصين، يعني هتلاقي السنه اللي في النص السنترال جنبها الناب على طول. حلها ايه؟ لو في حاجه تانية كمان، الاثنين سنترال اللي في النص فينهم فراغ كبير قوي، كبير جدا جدا. انت عندك فراغ كبير بين السنتين اللي في النص، ومفيش السنتين الجانبيتين على يمين وشمال السنتين السنترال، صح كده؟ بالظبط. الحاله دي صعبه من اصعب الحالات جدا. الفكره كلها احنا في الصوره اللي في النص
عالجت له مشكله الكونجنتال ميسنج لاترال في اسبوع عن طريق التركيبات التجميليه. يعني ايه تركيبات تجميليه؟ انا دلوقتي عندي سن المريض ووضعه وظروفه لا يسمح بعمل التقويم. هل يفضل عايش طول حياته بالسنان اللي فوق دي ولا اقول له في حل تاني؟ فاذا لو انا دكتور تقويم او عندي مركز او ايا كان جات لي حاله انا ما اعرفش غير حل واحد ليها، ما اقولهاش مالكيش غير الحل ده عشان ما تفضلش عايشه طول عمرها وكده. اقول لها والله انت ليكي كذا حل بس انا بعرف اعمل ده. الحاله دي ليه فضلت كده طول الوقت بسنانها زي فوق كده لحد حاجه و40 سنه؟ لان هي كانت معتقده ان حلها الوحيد في التقويم ومفيش حل تاني وهي مش هتعمله. طيب دي عملنا ايه؟ عملنا تجميل في اسبوع بالظبط. وصلنا للحاله للشكل السنان اللي في النص. لاحظ بقى معايا يا دكتور ايمن انا ليه الحاله في النص ما عجبتنيش قوي؟ هتلاقي بعد الانياب في سنتين بارزين قمنا مدخلينهم جوه، هي دي بقى الحاله اللي تحت. فالفاينل بتاع الحاله دي الاول بدانا بالست اسنان ما عجبنيش انا النتيجه بتاعت الدروس اللي ورا قمنا مدخلينهم كمان هتلاقيهم انكلايند لجوه دخلوا لجوه. اتعمل بقى قد ايه الموضوع ده كله؟ في اسبوع. فالفكره كلها ان انا لازم اعرض على البيشنت او الكلاينت او المريض بتاعي كذا حل وهو يختار الانسب له، مش بقول له ما فيش غير حل واحد هو التقويم وما فيش حل غير كده، لا في حلول كتيره وانت بتختار الانسب له، بتقول له مميزاتها وعيوبها، والله انا اقول لك مميزات التقويم كذا وعيوبه كذا، مميزات التجميل كذا وعيوبه كذا، وهو يختار. بالظبط، اصل في ناس كمان لما تقول لهم خطه علاجيه محدده واحده بس ممكن يرفضها وما يجيش تاني ويروح ويفضل بسنانه فيها مشاكل. يعني مثلا كريستيانو رونالدو اللي احنا عملنا بيه بدانا بيه لو كان فضل لسنه دلوقتي بوضعه دلوقتي بالشهره اللي هو فيها بالميسنج لاترال اللي عنده ده وجيت تقول له اعمل تقويم اللي هو عمله هيقعد سنتين عمره ما يعمله. هيعيش بيه كده. لكن لما تقول له في حل تاني اللي هو التجميل بيتعمل في اسبوع هيعمله. انت عندك مشكله كبيره جدا في الشعب العربي كله، الفراغات بين السنان وبعضها. ليه في فراغات بين السنان وبعضها كتيره بين العرب بالذات؟ الفراغات بين السنان وبعضها ليها كمان كذا شكل وكذا هيئه بيزداد صعوبتها وبيقل على حسب السبيس ده موجود فين. ويونيلاترال ولا باي لاترال؟ يعني ايه يونيلاترال ولا باي لاترال؟ يعني في حته واحده بس في سبيس ولا السبيس ده متوزع هنا وهنا يمين وشمال؟ طب ليه السبيس كتير؟ ليه الفراغات كتير؟ حاجات كتير قوي منها بقى وانت صغير مثلا بتخلع الـ 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 الاسنان اللبنيه بدري. حد بيحط صباعه في بقه وهو صغير. حاجه كونجنتال ميسنج لاترالز، اللاترالز اصلا ما طلعوش. كذا حاجه. استخدام الخل يلعب دور؟ لا 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 مش خله ما تزودش مش للدرجه دي. الخله تعمل جيوب. تعمل جيوب. حاجه تانية ممكن يبقى في سبيسنج ان الفك نفسه يبقى كبير والسنان حجمها صغير. فيبدا يظهر السبيسنج ده. لو شفنا مثلا حالات زي اللي معروضه ده يستمر. اشهر فراغ في العالم. بالظبط. بس في ناس بتحتفظ بيه. بيقول لك بيجيب رزق وكده. حاله مثلا زي دي الدايستما ده سبيس في النص مشهور قوي عند كل الناس. ليه حلين؟ الحل الاولاني تقويم والحل التاني تجميل. انا بميل للتجميل في الدايستما. ليه؟ لان الدايستما دي اشهر حاله بتريكفر. يعني بترجع تاني، يعني دي لو سافرت الساحل اسبوعين ونسيت المثبت بتاعها بعد ما عملت التقويم في سنه ونص هترجع كده تاني. الفينيرز ما بترجعش. فدي اتعملت من الحاله اللي فوق للحاله اللي تحت في 4-5 ايام. تمام؟ في بقى فكره، في تركايه في الحاله دي. السنه اللي فوق عريضه ولا مش عريضه؟ عريضه. عريضه. خصوصا السنترال. طب انت لو قفلت المسافه مش العرض هيزيد؟ هتبقى ايه؟ طب بص بقى تحت المسافه. العرض قل. والمسافه اتقفلت. لا ما فتركات وماتيريا حلوه قوي. كانها قوي. طبيعيه كانها ناتشرال. لا واتراكتيف يعني فعلا يعني جذابه للعين. البنت دي زي يعني هي فعلا حد زي القمر. بس انا يعني كنت بقول لها ما تتح يعني لا انت لازم تعملي سنانك، لازم تعملي سنانك. هي كانت جايه مع مامتها هي اللي بتشتغل في اسنانها وهي انا شفتها قلت لها انت لازم تعملي سنانك. مامتها اللي كانت بتعمل سنانها. بالظبط.
الفكرة كلها في ان انت تقفل الفراغ ده في 4 5 ايام بالفينيرز، بستة فينيرز بس كمان باللون ده بالشكل ده، من غير بقى ما تخش في الهسل بتاع التقويم. وبعد التقويم نسيت انا مش بعيب في التقويم، لا التقويم ده علمي رائع جدا، ولكن في حلول اخرى. وحلول حسب رغبة المريض. بالظبط. في بقى حالات تانية من الـ من الـ من الـ من السبيسنج، لو شفنا فراغات دي اصعب، دي صعبه جدا، دي بقى الفراغات بقى الكلاسيكيه بتاعت السينما. عارف السينما لما يحبوا يعملوا فيلم رعب يعملوا الفراغات دي، والحاله دي صعبه قوي يا دكتور ايمن. ليه؟ لان هي يونيلاترال سبيسنج، يعني في فراغ في النص ده سهل. الناحيه اليمين هتلاقي في فراغ مش موجود في الشمال اللي هو اللي بعد السنه اللي في النص. فالمسافات مش متوزعه. حالة زي دي عملنا فيها ايه؟ دي برضو عندها حطينا، بص يا دكتور ايمن، شايف السنة اللي في النص ناحية اليمين اللي هي الفاضية، بعدها في فراغ حطينا فيه سنة، بعدها في اللاترال قلبنا ناب. فالحالة دي من اصعب حالات التجميل، ان انت توزع المسافات دي بالشكل ده في 4 5 ايام. برضو طبعا واضح ان سن الكلاينت او المريضة كبير، فهي مش هتعمل تقويم، مش هتعمله. انت ما تجيش لحد عنده 57 سنة تقول له اعمل تقويم. هل ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. هل هيعمله ولا لا؟ مش هيعمله، حسب برضه هو قراره. فالحاله دي انا بحب الحاله دي جدا، لان هي متوزعه المسافات بتاعتها حلوه قوي، والكيس صعبه يونيلاترال سبيسنج، يعني فراغات مش متساويه، وطلعت بالنتيجه دي. روعه روعه جدا جدا جدا. في بقى حالات تانية اصعب من دي في المسافات. حالة زي دي بقى برضو دي اللي هي السبيسز الكلاسيكية، بس دي قديمة على فكرة، انت بقى لها سنين عمر سبيسز دي. ودي انت لو لاحظت انت يعني الفراغ اللي في النص ده انت ممكن تحط فيه سنة اصلا. طبعا. وفي كونجينيتال ابسنس اللاترال، مش كده ولا ايه؟ ولا انا بيتهيألي؟ لا مفيش كونجينيتال، بس في سبيسنج كبير يديك احساس ان هو ميسنج. يعني هو مديك احساس من كتر ما الفراغ كبير ان مفيش لاترال. دي حالة صعبة جدا، هتتفاجأ بقى بالنتيجة بتاعتها لو شفنا الصورة اللي بعد. بص بقت عاملة ازاي. ممتازة. يعني لو جبنا دي تعمل لها تجميل بس، مفيش زراعة؟ مفيش زراعة، تجميل، كله تجميل في أسبوع. 4 5 أيام بالظبط. لو شفنا بقى الحالة قبل وبعد مع بعض هتلاقي كانت صعبة، يعني تحولت، يعني انت ممكن تشك ان دي هي دي غير من الحسنة اللي موجودة ناحية اليمين دي. لكن سؤالي، بترسم الحالة؟ يعني انت بتقعد ترسمها؟ طبعا، دي سمايل ديزاين، ده بقى ألف ب تصميم ابتسامة. تصميم ابتسامة، دي تصميم ابتسامة بالملي. دي ما تطلعش كده من غير تصميم ابتسامة. يعني دي مش بنبرد الأسنان ونبعت للمعمل ويجي. لا ده ببقى عارف انا برد منين وناحية ايه. برد من دي نص ملي ومزود هنا ملي وطالع فوق وقصص كبيرة. الفكره كلها في السرعه. البيشنت دي اول ما بتقول لها انت هتعملي اسنانك في 4 5 ايام هتتحولي من كذا الى كذا، هي اصلا ما بتبقاش مصدقه. في حالات فراغات تانية ولا احنا كده خلصنا كل الفراغات؟ في فراغات بقى كده كده، في فراغات كتير. حلو قوي. انا بقى سؤالي في هوليود سمايل. هوليود سمايل، في ناس بتعتقد انها عشان تعمل هوليود سمايل لازم تعمل سنانها كلها، وده حائق مادي قدام كتير من الناس. يعني لما تيجي تفكر هوليود سمايل، انا هعمل كل اسناني، فكل سنه يحسبها بالاله الحاسبه كده، كل سنه هتتكلف كذا، ففي العدد السنان هيبقى رقم بالنسبه لناس كتير. هل في عدد معين ممكن مينيمال اعمل بيه هوليود سمايل في بعض الحالات؟ خلينا نتكلم الاول يعني ايه هوليود سمايل. هوليود سمايل دي ما فيش حاجه بتتباع كده اسمها هوليود سمايل. دي ايه؟ زي ما احنا متفقين، دي نتيجه الدكتور الشاطر هو اللي يطلع لك احلى نتيجه واحلى ابتسامه باقل تدخل منه. ايه الفرق بين المهندس والمقاول؟ المقاول هياخد من العميل فلوس اقل، هيهدر له اكتر في الخامات. يعني ايه؟ هات 20 طن اسمنت على 10 طن ويزود. ما هو مش حاسب حاجه، هو بيزود عشان يحط نفسه في السيف سايد. المهندس يعمل ايه؟ لا، يحسبها بالملي. بدل ما المقاول مثلا بيجيب 10 طن اسمنت، المهندس ممكن يجيب 6. ليه؟ لان هو عنده علم ودارس، فمش عايز يحط نفسه في ايه؟
اريح دماغي وخلاص. فالدكتور الشاطر هو اللي يوصلك لاحلى نتيجه باقل تدخل منه، مش بس ان انا خلاص تعالى انت محتاج حاجه عايز تعمل هوليود سمايل اعمل بقى 10 سنان فوق و10 سنان تحت. لا، احنا لو شفنا مثلا حاله زي اللي موجوده دي، انا دي اسمها هوليود سمايل؟ طبعا اسمها هوليود سمايل. عملنا كام سنة؟ عملنا 4 فقط. 4 بس؟ بس. طب ليه؟ ما طب ما هي لو طلعت لو عملنا مثلا 8 هتبقى اسهل، هتبقى اسهل. بس انا هتدخل في اسنان اكتر، يبقى انا كده مش دكتور شاطر. فالدكتور الشاطر هو اللي يوصلك لاحسن نتيجه باقل تدخل منه. لو شفنا حاله غير دي، دي مثلا كيس دي صعبه، دي عندها اوبن بايت وعندها ريفرس سمايل وعندها كل المشاكل بتاعه عدم اتساق الابتسامه، يعني الابتسامه بتاعتها معكوسه، عندها اوبن بايت، عندها الانياب طويله تديك احساس ان هي شريره شويه، عندها حاجات كتير قوي. دي بقى ما ينفعش نعمل لها 4، دي لازم نعمل لها فوق وتحت. فالفكره كلها ان مش كل الحالات، ما فيش حاجه اسمها كام سنه وكم عدد للوصول للهوليود سمايل. الحاله محتاجه ايه؟ السمايل كيرف فوق يا دكتور ايمن هتلاقيه معكوس، بص تحت هتلاقيه ماشي مع شفتها. اللون كل حاجه مظبوطه. ده بتتعمل في قد ايه دي؟ في 4 5 ايام. ففكره السرعه انا بالنسبه لي حاجه مهمه يعني بزياده. وكمان انه مفيش بقى فكره يعني في يعني حجه لبعض الناس، ومش حجه يعني اقصد اقول فعلا ظروف الاقتصاديه لبعض الناس يقول لك انا ما اقدرش اعمل سناني كلها. بالظبط. احنا هنشوف الوضع ايه وممكن يتعمل باقل قدر، يعني 4 سنين حلوا مشكله حلوه، وممكن بعد كده لو عايز تجمل اكتر تكمل اكتر. بالظبط. مفيش مشكله. هو الموضوع يعني التكلفه ماديه وكمان اقل تدخل مني انا في الاسنان. في سن معين بيجي او عقليات معينه ما تقدرش تعمل تقويم، ما بترضى يعني ما بتمشيش على التقويم، ما بتمشيش الطريق بتاع التقويم الطويل نسبيا في الزمن. ايه البديل؟ كذا بديل، ده في بدائل كتير جدا. الفكره كلها انا مشكلتي مع معظم دكاتره الاسنان بتوع التقويم بالذات او اللي هم ملتزمين بطريقه علاج موحده، ان هو ما بيعرضش على المريض بتاعه الحل الاخر حتى لو هو ما بيعرفش يعمله. يعني انا لو ما بعرفش اعمل زراعه ما ينفعش اقول للمريض بتاعي الزراعه وحشه. لا، انا هقول له والله انا ما بعملهاش، بس انت ممكن تسال في حته تانية ممكن يكونوا بيعرفوا يعملوها. ده الحال في التجميل. انا لما تجيلي حاله مش عايز اعمل تقويم، لا مفيش غير حل التقويم. يا دكتور انا مش هعمل تقويم، مش هركب حاجه، عندي فوبيا من الحاجه تتحط في بقي، عندي مثلا ان انا مذيعه او حاجه عمري ما هركب بريسز، عندي ان انا في وظيفات كذا عمري ممثلة. ما هركب ممثله ممثله فبل قول له في حلول اخرى انا ما بعرفش اعملها. لو شفنا مثلا حاله زي اللي موجوده زي كده بالظبط، الحاله دي ليه عايشه؟ دي مثلا عندها في اواخر الاربعينات، ليه عايشه طول العمر كده؟ ليه؟ لان مفيش حلول اخرى اتحطت لها. طيب الحاله دي وافقت بالتقويم، دكتور التقويم رفض قال دي مش هتنفع تقويم لاسباب ليها علاقه بالبون والعظم والحاجات دي. فاذا فضلت بقيت حياتها عايشه كده لان هي فاكره ان حلها الوحيد في التقويم. البيشنز دول على فكره ما بيبقوش جايين لي دايركت، ده بيبقى جاي مع حد مش جاي بيكشف بجد، يعني هو عارف ان هو ما عندوش حل غير التقويم تمام وخلاص، وانا مش عامل تقويم فمش هسال، ما بيسالنيش حتى. انا اللي بقول له وريني اسنانك كده انت ليه سايب نفسك كده؟ يقول لي ما انا مش عامل تقويم. اقول له طب ما في بديل للتقويم، في تركيبات تجميليه، في قشره، في فينيرز، هتعيش معاك طول الحياه، بتتعمل في 4 5 ايام باللون اللي انت عايزه، ليه ما نعملهاش؟ فانا لازم اقول للمريض بتاعي او الكلاينت بتاعي ابقى اونست او ابقى عندي امانه ان انا اقول له ان في حلول اخرى حتى لو انا ما بعرفش اعملها. بس هي دي الفكره كلها. ايه يعني انت قلت لي جمله مهمه قوي لازم نختم بيها بقى الجمله دي. يعني ايه مريض بيبقى جاي مع مرافق ومش في دماغه انه يعمل، هو بيبقى جاي مش في دماغه ولا جاي يستطلع؟ لا ما بيبقاش جاي في دماغه لان هو جاي فقد الامل في التريتمنت بلان المحطوط له، في الخطه العلاجيه اللي اتقالت له قبل اللي كده. اتقالت له يعني هو اتقال له من 5 6 دكاتره والله حلك مش هينفع غير التقويم.
فمش خلاص انا مش هعمل تقويم فمش عالجها. فهو مثلا بيبقى جاي مع زوجها مثلا او اخوها او اي حد وبنتكلم مع بعض، سايب اسنانك كده ليه؟ لا لا يا دكتور انا مش هعمل تقويم. هو انا قلت لك اعملي تقويم؟ ما ينفعش حد في اواخر الاربعينات انا اقول له، هقول له الحل بتاع التقويم موجود لكن مش هقول له انت يعني ما فيش حل غير التقويم. التركيبات التجميليه طالعه طبعا شكلها احلى بكتير قوي من التقويم، ومش بعيب في التقويم، ولكن في حلول اخرى وحلول ابسط وحلول اسهل خصوصا في عصر السرعه اللي احنا عايشين فيه. اجمل شيء في الطب لما يكون في حاجه اسمها، وده قيمه الطب الحقيقه، خطه بديله في كل فروع الطب. بالظبط. الخطه البديله تعني ان الانسان ده واسع الحيله، واسع الحيله دي هي قيمه الشاطر. الشاطر هو واسع الحيله، يستطيع ان يجد حلول مختلفه. زي بالظبط اما بركب مع حد بيسوق والاقيه عنده احتمالات كتير للطرق، اعرف ان ده بروفيشنال محترف، مش هياخدني بالطريق ده، ولو اتقفل الطريق دوت ولا جالي جي بي اس خلاص احنا ما هنروح بقى، ما في مش هنروح نوصل، لا ده في طريق احتمال تاني واحتمال تالت، واحنا ممكن نطلع طريق تالت رابع خالص. ده بقى البروفيشنال، ده المحترف. نورت حبيبي يا دكتور، اسعدتنا في واحده من حلقات الممتعه علميا المتنوعه. تفسحنا او يعني تفسحنا يعني تنزهنا بقى، وشفنا واحده من اهم الحاجات في الطب، طب الاسنان اللي مزعجه جدا جدا بسبب اللثويه. اتكلمنا في حالات مهمه جدا للفراغات، سواء فراغات اتولدت بيها نتيجه غياب مكان، او اتوجدت مع الوقت نتيجه عيوب في تكوين العظم بالنسبه للسن. اتكلمنا بالتفصيل عن هوليود سمايل ما بين الفول ارش او التصليح الكامل لهوليود سمايل، اعمل سنان كلها او اعمل عدد محدود بس تديني النتيجه، وده شيء رائع جدا وخصوصا في ظروفنا الاقتصاديه. وانتهينا بشكل مهم جدا الى ان التجميل واحد من البدائل المهمه جدا التي تكون خطه علاجيه يعني ناجحه في التوقيت وفي النتيجه لكثير من الناس. ضيفي العزيز دكتور عبد الله متولي، اخصائي تجميل الاسنان والمؤسس لمركز برايتي لطب الاسنان وعضو الجمعيه الامريكيه لتجميل الاسنان والمصمم الابتسامه المعتمد من البي دي سي بانجلترا، واحد من نجوم عالم تجميل الاسنان. نورت وابدعت كعادتك حبيبي يا دكتور ايمن، خليكوا دايما مع دكتور. اهلا بكم. احنا بنضر كل حته في جسمنا ضرر كبير، رقبتنا وظهرنا ضرر كبير جدا جدا. تعالوا احكي لكم قصه مهمه جدا لتوماس هيرزوك، ده مدير اعمال النمساويه كيري كورنبرج. طبعا اسماء صعبه خالص. كيري كورنبرج دي لعبه قفز بالزانه اللي بتتهور هتتعور، وساعات يكون الثمن غالي، لكن العلم الحديث بيوفر إلى حد ما فرص لأولئك الذين يصابون إصابات كبيرة. البي آر بي، هذا العالم المثير مع ضيفي العزيز. الحقيقة اليوم لقاء مهم جدا مع قمة علمية كبيرة واسم كبير، وأنا بعتقد أن هذه واحدة من لقاءات القرن 21. يعني إيه لقاءات القرن 21؟ يعني العلم الحديث جدا في عالم العناية بالعمود الفقري وبالعضلات. ضيف العزيز الاسم الكبير الأستاذ دكتور أيمن عنب. في قوانين في الجسم ما نقدرش نبدلها ولا نغيرها. ألم في ظهري ده انزلاق غضروف، وانزلاق غضروف يعني عمل إيه؟ اللي هو مش محترف يتجنب المخاطرة العالية لأن هدفع ثمنها غالي. 15 سنة باخد علاج مش بتاعي، دمروني بجد. إزاي إحنا نكسر القانون ده ونوصلك لمرحلة البناء والتصليح؟ البي ار بي، هذا العالم المثير. لا، في اولويات، وانا ما بفكر العين بفكر له في الاولويات دي. انك
شهر هخف وهرجع لطبيعتي. عمري ما كنت اتخيل كده. الاستاذ الدكتور ايمن عنب، استاذ جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري بكليه الطب جامعه القاهره، حاصل على دبلومه علاج الالم بتنظيم فسيولوجيه الجسم ميلانو ايطاليا، زميل الجمعيه العالميه لجراحات مناظير العمود الفقري فرنسا. ضيف العزيز الاسم الكبير استاذ دكتور ايمن. اهلا بيك دكتور. اهلا بيك دكتور، وحشني والله. وانت كمان. الحقيقه النهارده عنواننا البي ار بي يصلح ما لا يمكن اصلاحه، صح كده؟ صح. وانا دايما انا بقى بقول الاسم الثاني للحلقه النهارده حلقه القرن ال21، العلاج للقرن القرن الحالي والمستقبل. لكن عايز ابدا الاول، ايه رايك في اللي احنا شفناه دلوقتي؟ طبعا الانسان بنيته ضعيفه زي ما حضرتك كنت قلت قبل كده في حلقات قبل كده، احنا ما عندناش حاجه تحمينا من بره، احنا شويه لحم، عضلات سهل الكسر، مفاصل كتيره قوي بتتحرك سهل تتمزق، فاي اصابه بتنتج عنها كارثه. المحترفين وغيرهم يعني برضو من اسوأ رياضات الزحلقه على التلج السكينج، ده ليه مشاكل وكسر عمود فقري. هقول للاسف اللي بيتكسر او بيبوظ في العمود الفقري او في الجهاز العصبي ما بيرجعش تاني لغايه دلوقتي. يعني فانت عندك مشكله ان سهل تتصاب، فخلي بالك. ده هيجرني للسؤال الاول. الالتهاب كلمه رخمه وصعبه، بس انا اول مره النهارده واحنا بنجهز الحلقه اعرف ان في انواع التهابيه وانواع الم في العضلات والفقرات والمفاصل. في انواع للالتهاب وللالم؟ ما هو الالام بتصاحب الالتهابات دايما، انما احنا في عندنا نوعين من الالتهاب، في التهاب ممكن يشفيك وفي التهاب ممكن يموتك. يعني ايه؟ انت دلوقتي عندك العربيه لما بتيجي تدورها لو البطاريه كويسه مره واحده بتدور، الموتور بيشتغل بتمشي، صح؟ لو البطاريه ما بتديش الفولت المناسب تقعد تدور كذا مره لما تستهلك طاقه البطاريه. الالتهاب المزمن ده التهاب بيدي مقدار معين من الالتهاب الجسم مش قادر يصلح معاه المشكله، فبيقعد يستنفذ طاقه الجسم لفتره طويله فبيدخل العيان في مشاكل تانية، فده التهاب ممكن يموتك. الالتهاب الحاد ده التهاب بيوصلك لمستوى التصليح المناسب اللي بتخف معاه. فعشان كده المرضى المزمنين بيقولك انا بقالي 10 سنين بلف على الدكاترة وما قصرتش. هو معاه حق، بس هو الجسم ما تصلحش. ما تصلحش ليه؟ عشان ما وصلش للمستوى المعين ان يبدأ مع التصليح. طبعا حضرتك عارف الاكشن بوتنشل وقول أورنان لو، في قوانين في الجسم احنا ملزمين بيها ما نقدرش نبدلها ولا نغيرها. القوانين دي اذا وصل التهاب لمستوى الحاد تبدا الخلايا تخش، تبدا عمليه البناء تحصل. لو ما حصلتش هتعيش بيه طول عمرك، ودي حقيقه ثابته. الخشونه والام العضلات اذا طولت عن كذا شهر 3 لـ6 شهور يبقى انت معرض تعيش بيها طول عمرك. ازاي احنا نكسر القانون ده ونحاول نمشي عكس الطبيعه ونوصلك لمرحلة البناء والتصليح؟ بحقن الصفائح الدموية البلازما اللي اسمها البي ار بي، هنتكلم عنها بالتفصيل. هل بقى هل الحكاية دي يعني بتجيب نتائج ولا لا؟ هل في ناس كتير بيستعملها ولا لا؟ احنا عندنا قانون كوني ان الحاجة المفيدة بتفضل والحاجة اللي مش مفيدة بتختفي، صح؟ يعني انت اكيد سمعت عن كذا صيحة في الطب طلعت واختفت او كملت وكبرت وانتشرت، لأن يعني في آية هنبدأ بيها بس، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فدي قانون كوني موجود. في خلال السنتين اللي فاتوا أنا سبحان الله لقيت كمية ناس بتشتغل بالبي آر بي، دكاترة وجامعات دخلته ومستشفيات تبع مراكز كبيرة منها الجيش دخلته وبدأت تحقن بيه وبدأت النتائج تبقى هايلة. بيجي لي ناس من الاقاليم والمحافظات في مصر مختلفه بيقولوا احنا حقنا وتحسننا او كذا دكتور بدا يحقن. الانتشار زاد، ده دليل على النجاح الحمد لله، واحنا عندنا كميه عينين كتير جدا محتاجين تصليح مش تسكين. الاثار الجانبيه للمسكنات عنيفه، ما عندناش بدايل للاسف. فهو اصلاح ما لا يمكن اصلاحه بدونه، دي حقيقه ما فيهاش تغيير. في ميجا ستارز وناس راس مالهم في جسمهم اتعالجوا بالبي ار بي، جاريس بيل، نادال، النجوم الرياضيين. يعني جاريس بيل ده نموذج
ليه العلاج بالبي ار بي؟ في اصاباته كانت ممكن تطول فترات طويله جدا طبعا. واثرها بالبي ار بي. صحيح زي ما حضرتك بتقول برضو الاصابه في اولها الجسم بيبقى لسه مستعد انه يتصلح. الاصابه بعد فتره طويله بتبقى مزمنه، بتتكون كذا بؤره الم، ما بتبقاش واحده بس. ودي برضو فكره العيان بالعمليه اللي عنده غضروف، اللي بقاله 5 سنين عنده غضروف زي اللي بقاله 6 شهور. لا طبعا اللي بقاله 6 شهور ده هيشيله غضروف هيخف، اللي بقاله 5 سنين ده هيشيله غضروف هيخف 30%. مين اشهر اماكن الالم؟ اشهر اماكن الالم هي اماكن المفصلات، هي مناطق الحركه. ايه اشهر مناطق الحركه عندنا؟ الرقبه زي دي كده، ده مفصل الفك طبعا من على الشمال، وده من أسوأ مناطق الصداع عند المرضى، وبيفتكر دايما ان عنده العصب الخامس ويطلع مفصل الفك. الرقبه مشكلتها كمان انها بتعمل دوخه وبتعمل احساس الترجيع والصداع المستمر. دي منطقه مفصله، انت دايما قاعد على الموبايل برقبتك، قاعد موطي وانت بتكتب على المكتب، فدي منطقه مهمه جدا في الحركه. نص الظهر واخر الظهر، لان دي الثلاث مناطق اللي فيهم حركه. طبعا الرقبه واخر الظهر هم نمره واحد، لان نص الظهر ده فيه الفقرات الصدريه فالى حد ما محجمه الحركه شويه فما بتتصابش كتير قوي، انما اخر الظهر دي هي اللي بتنقل وزنك على رجلك. فدي دايما مفاصل الحوض اللي بتلخبط مع الديسك، والام اسفل الظهر اللي بيلعن بيقوم من النوم ظهره مش عارف يتحرك منه، وساعات ممكن يقعد يومين ثلاثة في السرير مش عارف يتحرك بسبب نوبات الألم اللي بتروح وبتيجي مع الشتاء، مع تغيير المواسم، مع الشغل التقيل. فكل دي أماكن كتيرة جدا. طبعا الكتف، من كل ما بتشيل حاجة بإيدك تقيلة كتفك بيتمزق، عضلات كتفك من ورا تفتكرها إنها فقرات. دي برضو من أشهر الأماكن بالذات في السيدات، مناطق التندو أكيليس اللي هي بيسموها العرقوب، وتر الرجل، وتر القدم. فدي وتر العضلة ماسك هنا، بيلبسوا كعب عالي. كعب عالي بالظبط، وممكن كعب ده يعمل مشاكل جامدة. مفصل الصباع الصام اللي هو الإبهام ده من أكتر أماكن الألم، وطبعا عضلة السمانة اللي هي هي طبعا اللي بتمشيك، فهي دي عليها لود عالي جدا. فدي من أشهر أماكن الألم دول. طيب هنا في سؤال مهم جدا، هو سؤال واعتقاد في نفس الوقت. المريض العربي والعالمي طالما الألم طول عنده وزاد لفترات طويلة بقاله سنين، يعني هو نفسه بيبقى معتقد وبيجي لك بالجملة دي: أنا بقالي سنين متألم ومتعايش مع الألم ده وبقى جزء من حياتي وعندي إحساس جوه أنه هو عمره ما هيروح. هل الكلام ده علمياً صح ولا غلط؟ كانت لسه عندي مريضة ست جميلة، سيدة فاضلة فوق الستين، بيجي لها ألام في ظهرها جامد جدا، بقعدة 10 أيام في البيت ما تحركش. قالت لي أنا ما عنديش للأسف رفاهية العجز، أنا ما أقدرش أقعد في السرير، عندي واجبات كتير بقوم بيها، وأنا كنت معتقد أن هيجي لي يوم في الأيام أن ظهر هيخف، إزاي أنا مش عارف. الست دي الحمد لله خفت تماما، شفيت 100%، وكل ما أشوفها بتقعد تدعي لي ست جميلة جدا. هي تعتمد على إرادة المريض. المريض اللي عنده إرادة بيدور على حل وهيوصل له. ويمكن احنا لو اتكلمنا على أنواع المرضى، فمريض طبعا عنده طاقة سلبية كتير وده دايما ماشي محبط وعنده دايما تراكمات نفسية، فدايما بيقول إن عمري ما هخف وهعيش كده، وفي مريض دايما عنده طاقة إيجابية بيدور على علاج مختلف ودايما هيلاقي حل وبيتعاون، ده مريض هايل. أنا هقف عند حتة مهمة جدا، والحقيقة انت ليك يعني زي ما بيقولوا الفضل الكبير في توضيح هذا الامر بالنسبة للمجتمع الطبي، لانه الحكاية دي كانت عاملة مشكلة كبيرة. الاشعة، عيان بيروح يعمل، الانسان بيروح يعمل اشعة، تبقى للاشعة انت محتاج واو عملية، انت كارثة، انت زي ماشي على رجليك. صح. الاشعة بتوريك. صح. انا بشوف ناس صحابي كده جايبين اشعات، تيجي تشوف الاشعة مخيفة. وراجل ماشي وبيلعب بتحرك عادي، معكش مشكلة خالص. فهنا نقف شويه قدام الحكايه دي. هل نحن في المجتمع الطبي نعالج اشعه ام نعالج اعراض، وكيف نميز بين الاثنين؟ الحته دي قضيه مهمه جدا. لا احنا طبعا احنا بنعالج مريض بالاعراض. انا يعني ساعات بيجي لي عيانين كتير وبنقعد اول حاجه بقول له شكوتك ايه، اشوف الاشعات، ابدا اتخض واقول له غالبا دي عمليه،
اكشف عليه اقول له لا انسى اللي انا قلته خالص، انت مالكش عمليه. واي حد يقول لك عمليه تسيبه وتمشي على طول. ليه بقى؟ لان احنا الاشعه انها ديسك او غضروف او مش غضروف، الغضروف ده مش مؤذي، مش سرطان يعني، يعني اخره بيبقى جنب العصب، لو العصب متضايق منه هيعمل اعراض، لو مش متضايق هيسيبه زي ما هو. كان لسه عندي مريضه من يومين نفس الموضوع، شفت اشعتها عندها زعزعه فقرات انزلاق غضروفي، بسالها شكوتها ايه، بتقول لي الم في الظهر الصبح، بتمشي حضرتك بمشي 3 ساعات، حضرتك مالكيش عمليه وعمرك ما هتعملي عمليه، وهي فوق 60 سنه المها حته تاني. وفي واحد بيبقى عنده الاثنين، فانت بتوزنها، هو هيخف بالعمليه كام في الميه؟ لو هيخف بنسبه كبيره 70 80 هنعمل له، لو هيخف 20 30 مش هنعمل له. طب ما نعالج ال 70 80 الاول وبعدين نسيب له ال 20 30 يعيش بيهم. فطبعا الاشعات هي مشكله، ان زي ما حضرتك بتقول التطور دلوقتي خلى المريض دايما عايز يكون شوف كل الدليل، اديني دليل، وده مريض الدليل بيخش من الاول انا عندي ايه قول لي الدليل وهخف ازاي او هخف ولا لا، وقول لي فحوصات اعملها اعرف ان هخف ولا لا، واذا خفيت اديني دليل ان انا خفيت، ده مريض الدليل يعني ماشي بالدليل على طول. عندي قضيه تانية مهمه قوي. اتفضل. قضيه خطيره يعني، وبرضه انت ليك الفضل في انك اثرتها. كان يعتقد وما زال يعتقد في اوساط كثيره جدا انه اي الم في الظهر ده انزلاق غضروفي، خلاص الم في ظهري ده انزلاق غضروفي، وانزلاق غضروفي يعني عمليه. والله هي هو ثلاث حاجات ورا بعض يعني، هو ايه، اي الم في ظهري انزلاق غضروفي، واي انزلاق غضروفي اذا عمليه. هذا معتقد رهيب جدا. صحيح. هسمعك سؤال على لسان يعني مخرجنا الجميل هاني، استاذ هاني عفيفي، هي يعني هيسالك سؤال مهم قوي. تعال نشوف هاني عايز يقول ايه. بسبب نمط حياتنا في السنوات الأخيرة إننا بنقعد فترة طويلة على التابلت لويين رقبتنا أو على اللابتوب حنيين ظهرنا بالكامل، والعادات الغلط في المذاكرة على السرير وشيل شنطة المدرسة التقيلة وإحنا صغيرين، ومع قلة الرياضة وعدم الاعتماد على المشي، انتشرت أوجاع الظهر بشكل غير مسبوق، وانتشر معاها مفهوم الانزلاق الغضروفي. المريض بيحس بألام متوسطة أو شديدة بتنتشر في أسفل الظهر وفي الساق وفي القدم، وبيحس بالخدر والتنميل وضعف العضلات وصعوبة في القيام بالحركة زي الوقوف أو المشي. الأعراض دي كلها ممكن تكون شائعة وبسبب الإرهاق النفسي أو البدني اللي بتفرضه علينا حياة المدنية. إزاي بقى نعرف إن ده انزلاق غضروفي ولازم نتوجه للدكتور فوراً؟ وإيه هو علاج الانزلاق الغضروفي؟ لأنه في ناس كتير بتفتي وده ممكن يخلي الحالة أسوأ. صح، معك حق، هذا السؤال مهم. طيب نبدأ الأول، الغضروف بيعمل ألام في الساق وليس في الظهر، فأي ألام في الظهر ده مش غضروف. اتفقنا؟ ده خشونة، ممكن يبقى معاه خشونة، إنما ألام الظهر بس ده خشونة، حتى لو في غضروف في الأشعة على فكرة مالكش عملية. اللي بعده ألام الساق، ألام الساق اللي هي ألام عرق النسب، لازم اما نرفع رجله ما يقدرش يرفعها اكتر من 20 30 درجه، لازم يمشي يقعد في الطريق من المشي بعد 5 ل 10 دقائق، لا معاه تنميل، ويكون الغضروف في الاشعه مقنع، لا يعني لازم كذا حاجه مع بعض. ساعات ناس بتجيلي اشعتها نورمال وتبص على رجله تلاقيه برده نفس الاعراض، مش عارف يمشي، رجله بتوجعه، دي عضلات بقى، فهو لازم يبقوا متركبين مع بعض. طبعا المريض مش هيقدر يوصل لوحده للتشخيص، بس اي حد هيقول لك عمليه لازم تاخد راي 2 3 كمان، ما ينفعش تخش على طول على العمليات، الحق نفسك، البول هيسبقك، العين طبعا بيسمع البول هيسبقك ده بينهار. لا، هو ما فيش غضروف بيعمل كده الا 1% من الحالات لما يكون جاي اصلا على الكرسي بعجل، فما فيش القصه دي. معظم الناس بتخف يعني، انا عندي ناس في الاستشاره خلاص بيكون اختفى الغضروف او هو اتحسن والراجل بقى كويس، وبقول له خلاص قفلنا قصه العمليه. فيعني معظم الناس بتخف، الغضروف ده مش مرعب، واللي هيبقى عنده بس الاعراض دي لوحدها اللي هي الام عرق النسا لو وصلنا العمليه هيخف بسرعه قوي. ودي برضو المرضى اللي بنختارها يعني، انا لو عملت 10 عينين مثلا عمليات هلاقي 3 منهم خفوا كويس جدا وما سمعتش اخبارهم تاني وفك الغرز في البيت حتى، وهلاقي السبعه التانيين 5 منهم هيجوا يقولوا لي ظهرنا وجعنا لسه ما خفناش قوي، اعالجهم بقى سواء بالبي ار بي او بعلاج تاني يتحسنوا برضو ويوصلوا له كويس، هيتبقى 2 بقى قاعدين كده دايما ما بيتحسنوش. فالعمليه نتائجها مش زي الناس فاكره، ان انا هخرج سليم، اخرج ارجع لشغلي بسرعه، لا، في حالات وحالات، اختيار المريض ده مهم جدا. الافراط في على طول عمليات معظم النتائج بتبقى وحشه،
انت بتبوظ حياته مدى الحياة. يعني واحد انت دخلته في الام زيادة وفضل طول عمره يتعالج بيها ما كانش محتاجها، او دخلته في تشخيص غلط وسبت التشخيص الرئيسي، زي اللي عندهم تلايف عضلي. بيجي لي ناس كتير قوي عندها تلايف عضلي عامله عمليه فايبرومايالجيا، وغضروف صغير جدا وعمل عمليه. برضو المشكله برضو للاسف في اطباء الاشعه بيكتب انزلاق غضروفي 3 4 4 5 5 وكلهم نتوءات لا تزيد عن 1 ملي، ما يسماش غضروف. تشوف بقى الاشعه اللي مثلا تقرير جاي من بره، حد عاش في امريكا ولا حاجه، يكتب لك جنبها نون سيجنيفيكانت، ملوش اي دلاله كلينيكيه. نون سيجنيفيكانس يعني باللغه البسيطه بتاعتنا مش مهم، مش مهم، حاجه لا تذكر. هو ما يقدرش ينكره، لا تذكر، وما يقدرش يخضك بيه. انما هو يقول لك في غضروف انما مش مهم. بس يعني فلازم العيان يبقى عارف ايه المهم وايه اللي مش مهم. طبعا احنا يعني فقدنا الاولويات، ما عندناش فقه الاولويات في لا في حياتنا ولا في تفكيرنا ولا في شغلنا. يعني غضروف صغير زي غضروف كبير، ما بتعرفش تمشي زي بتعرف تمشي، لا في اولويات. وانا ما بفكر العيان بفكر له في الاولويات دي، ايه اللي هيفيدك، انا هطلعك من عمليه كويس ولا ملوش لازمه، اقدر اجنبك قد ايه عمليه كام في الميه بطرق مختلفه امنه. البي ار بي يمكن احسنهم او هو الوحيد تقريبا، يعني الحمد لله انا معالج ناس كتيره جدا هنشوف اشعاعاتها، يمكن منهم كانوا يعني لعيبه كوره وناس كتيره رجعوا يشتغلوا تاني ويلعبوا، وكانوا بعد العمليه ما كانش عارف يلعب على فكره، وده كان عنده غضروف ومحتاج جراح. وناس تانية كانت بتمشي خطوتين بتقعد في الطريق، الحمد لله تحسنت. مع ان انا جراح، يعني انا افضل دايما الجراحة اسهل لي بدل لما اخد مشوار كذا شهر مع المريض في العلاج، انما انا بفضل مصلحة المريض دايما نمبر ون. اذا كان يحتاج الى ذاك هنعمله، اذا كان يحتاج هايل. في حالات هتحتاج جراحة بلا شك لازم نعملها بالظبط. وده العين اللي بيزعل بقى ان هو بيجي مش عايز يعمل عملية وبيفاجئ ان ملوش مخرج الا العمليه، يعني لانه دخل بقى في سقوط مشط الرجل، دخل في ضعف العضلات، منظر الاشعه دي عنيف جدا، بقى له فتره رجله بدات تخس. طب خلاص بقى، يعني احنا نلحق ما يمكن انقاذه. يعني البي ار بي، البي ار بي، هل البي ار بي ترى انه وصل للثقافه المصريه كما ينبغي الان، كما هو في الثقافه الدولية؟ احسن بكثير من ما بدانا، احسن بكثير الحمد لله. احكي لي بقى، انا عايز احكي اسمع قصص مرضى، يعني واحنا بنمشي كده انت شوقتني لعيبه كوره. ده مهم قوي، يعني لعيب كوره يعني انت ما بترجعش واحد يمشي او راح واحد بقى يرتاح. ده واحد يؤدي يعني اداء عضلي قوي، دي حقيقي. يعني انا جالي وبعدين عنده غضروف كبير، بدانا بالعلاج الحمد لله تحسن، دخلنا في البي ار بي تحسن اكتر. انا بقول له انت بالنسبه لبني ادم طبيعي عمره ما هيشتكي، انما انت يعني بيزود نفسه جدا في الحمل. ده دي اشعه لعيب الكره؟ لا دي اشعه ثانيه. مريض كان عنده ده، يعني شايف فقرات العنقيه على اليمين دي كلها ملخلخه، دي كلها زوايد عظميه، عدم ثبات، الام في الرقبه جامد. اللي على الشمال نفس القصه ومعاه غضروف عالي قوي، 1 و2 السهم الاخضر ده انزلاق غضروفي جنب الحبل الشوكي، 1 و2 قطني، ده حبل شوكي. المريض ده كان طبعا مرشح للجراحه، ده عنده 52 سنة من أسيوط، وعنده كان مشكلته المشي، ما بعرفش يمشي 5 دقايق ويقعد في الطريق، برضه هو خايف من الجراحة. بدأنا بالحق الحمد لله، هي جلسة واحدة خف 70%، بيمشي كويس جدا. الكلام ده من سنة، ومن ساعتها لغاية دلوقتي زي الفل. دي حالة نمرة 2، دي سيدة من الفيوم عندها 62 سنة، عندها آلام كانت بسبب ضيق القناة العصبية. لو حضرتك هتبص على اليمين هتلاقي العلامة الخضراء دي قناعة عصبية ضيقة، العلامة الزرقاء قناعة عصبية واسعة، باين الفرق بتاعي. طبعا باين يعني بالظبط. الضيق ده نتيجة الخشونة وزوايد العظمية من المفاصل. فدي كانت عندها ألم في عرق النسف في الساق اليمنى، تحسنت برضو الحمد لله 90%، 90% و70 وكده، دي أرقام من بوق العيان. أنا بقول له ادي نفسك رقم يقول لي. فالحمد لله جلسة واحدة برضو تحسنت، ما كملناش. ده غضروف قطني اللي برضو العلامة الخضراء دي خارج، ده 4-5، وجاي على هتلاقي حتى على العصب الشمال، شايف العصب الابيض اليمين اللي هي عليه النقط الحمراء، ده مخرج العصب. فحته الغضروف السوداء دي جاي قافل عليه. ده عنده عرق النسا، الم شديد جدا، الم شديد جدا. ده مريض برضو عنده 55 سنه، ومشكلته انه عنده الام عرق النسا في الناحيه اليمين، وكان مرشح لجراحه، والحمد لله تحسن بعد حوالي 3-4 جلسات. يعني وصلنا النتائج 70-80%. الحقن الموضعي هنا يعني
في اماكن بقى عضلات بتحتاج لحقن مباشر فيها. صح كده؟ صحيح. وخصوصا انه في ناس دلوقتي بقت عندها شكل عضليه كبيره قوي. بص تلاقي خصوصا اللي بيتمرنوا في الجيم ستات البيوت البنات عاداتهم الغلط، تلاقي حته في الرقبه بتقول لك دي بتموت. صحيح. وبعدين طبعا تعرفي نصابين دلوقتي عاملين بقى يقول لك اللزقه، عارف اللزقه؟ عارفها. ملونه دي. ملونه دي والناس مبسوطه بيها، يعني الناس ملونه بتاعت الرياضه. يعني هما بيشوفوا على فكره اللزقه دي انا ما اعرفش ايه دورها ايه، يعني انا ما اعتقدش هو زي ما قلت حضرتك مخدر. لا مفيش حاجه طولت هتخف لوحدها يعني. عشان بس نبقى واضحين، واللزقه دي مش هتفرق مع حاجه ولا حاجه خالص. هو بتقلل الالم زيه زي اي حاجه في الدنيا، انما ما بتعالجش المنبع نفسه. احنا اتفقنا الجسم الحالات المزمنه الالام المزمنه بيركنها في الارشيف. ما تطلعش من الارشيف تاني. هتقعد طول عمرك في الارشيف مش هيطلعها تاني الا الالتهاب الحاد اللي بيحصل نتيجه المواد التحفيزيه اللي جوه الصفائح الدمويه، تبدا تنبه الجسم ان الاصابه لسه حاصله، يبدا يشتغل عليها يصلحها يرجعها زي الاول. اذا الموتور دار ما بيطفيش الا لما بيخلص. بطريقه بسيطه مبسطه يعني بدون ما نخش في تفاصيل طبيه يعني. فالفرق بين ده حاجه اسمها ريجينيرتيف ميديسن اللي هو الطب التجديدي. سواء البي ار بي هو على راسهم او حاجات تانية، كان برولوثيرابي البايو بانكتشر، فيها حاجات تانية كلها بتدور برضو الماتور، بس ده احسنهم ليه؟ ناتشورال من دم العيان، من نفس الخلايا بتاعته، كل واحد على فكره بياخد سرعته برضو. فالسن الكبير بيتاخر، درجه الخشونه العنيفه نتائجها مش حلوه، السن الصغير احسن، الرياضي احسن، اللي عايش في جو صحي احسن. يعني تقول لي مثلا احسن شعوب بتعالجها او نتائج في الشعوب، يمكن الدول اللي حوالينا اهل اليمن وليبيا والسعوديه بيتحركوا كتير، عندهم جو حلو، ما عندهمش تلوث، طبيعتهم البدويه والصحراء دي خلي جسمهم سليم، اكلهم متوازن، فعنده جهاز المناعه سليم بيشتغل بسرعه حلوه قوي. اللي عاش في منطقه تلوث عنيفه، شامم اكل وشامم ريحه مش كويسه، لا شامم جو ملوث، بياكل اكل كيماوي فيه كيماوي، كل ده بيقفل حاجه اسمها الخلايا الجذعيه اللي هي مسؤوله عن التصليح. هيا في سؤال لمخرجنا العبقري استاذ هلال السويدي، بس هتسمعه على لسان مخرجنا الخارجي الاستاذ هاني عفيفي. تعالوا نشوف هاني هيقول ايه. ألم أسفل الظهر الحاد ألم بيظهر يمكن بشكل مفاجئ، وأحياناً بيكون ألم حاد وعنيف وبيوصفه المريض بشعور بحرق أو وغز سكاكين، بتختلف شدته من معتدلة لحادة وقابلة للتغيير. ألم أسفل الظهر بيحصل بعد القيام بنشاط مجهد أو صدمة معينة، وممكن يحصل من غير سبب واضح. الدراسات بتقول إن 80% من الناس بيتعرضوا لألم أسفل الظهر ولو لمرة واحدة على الأقل طول حياتهم، فاللي بيرفعوا أوزان تقيلة واللي بيعملوا في يومياتهم حركات انحنائية خاطئة واللي بيسوقوا الوقت طويل واللي بيستخدموا الدراجات النارية والمدخنين ومتعاطي الكحول والحوامل في الأشهر الأخيرة وحتى اللي بيمروا بفترات توتر عاطفي أو نفسي، كل دول معرضين من غير حوادث واضحة للإصابة بألم الظهر الحاد. فايه علاج ألم أسفل الظهر الحاد؟ وهل البي آر بي ليه دخل في علاجه؟ وإزاي نقي نفسنا منه؟ وإيه خطورة إهماله والاعتماد على المسكنات في مواجهته دون الرجوع للطبيب المختص؟ كل المخرجين، كل الناس اللي بتشتغل في الميديا بيشتكوا من ألم ظهر أسفل الظهر. هو السؤال ده كل جميل. كل زملاء المذيعين، كل مخرجين القناة بيشتكوا، والمعدين صحيح بيشتكوا من ألم أسفل الظهر. يعني ليه؟ عاداتهم كل هم قاعدين معظم الوقت وتكييفات عالية جدا. صحيح. هو بيسأل على الألم الحاد، وحضرتك بتتكلم على الألم المزمنة. فأنا هجاوب على السؤال الحاد ده. ألم الحاد ده سيبه هيخف لوحده. كويس. يعني بيجي لي واحد بيقول لي الألم لسه حاصل من أسبوعين جاي أخد بي آر بي، بقول له لا حضرتك خد الروشتة وروح وهتجيلي غالبا كويس. وبيجي كويس. فالحد ده غالبا احنا عايزين نوصله للحد اهو، دي مرحله التصليح. سيبه هيخف لوحده. المزمن بقى هو ما عندوش امل انه يخف لوحده للاسف، فلازم نرجعه للحد بالحقن بي ار بي. ده لو الالام مضايقاه، يعني ايه معطله شغله، بيغيب عن الشغل كذا مره في الشهر، بدا يتهدد. يعني كان عندي مريض كان عنده تلايف عضلي، المريض دوت كان تقريبا هيتفصل من شغله وقاعد كذا سنه في البيت ما بيخرجش، بيقول لي حتى المناسبات ما بروحش اعملها، لا عزا ولا الكلام ده.
الحمد لله دلوقتي بيدور على شغل تاني. برضو ده من ضمن الحاجات المزعجة، الحتة دي دي مزعجة جدا. جدا دي عضلة اسمها ترابيزيس. دي اكتر عضلة بتشيل ايدك، طول ما انت بتشيل في ايدك طول ما دي شغالة. تشيل تقيل دي تتمزق، تلعب جيم جامد دي تتمزق. دي عضلة مزعجة جدا وبتضرب تنميل في الايد بالكتف. فظيعة فظيعة. دي برضو بتتحقن. بتتحقن الحقن، احنا بناخد كذا طريقة في الحقن بأعماق مختلفة. ممكن نوصل للعضلة الداخلية وفي عضلة تحت عضلة، وممكن ناخد العصب اللي تحت الجلد، وممكن نوصل للمفصل جوه المفصل على حسب الأطوال اللي بنشتغل بيها وعلى حسب احنا عايزين نوصل لإيه. في الآخر طبعا احنا بنشتغل حاجة اسمها ساعات سيجمنتال. سيجمنتال يعني منطقة معينة بتتحقن بطريقة معينة بحيث تتفرش وكلهم يوصلوا للتركيز الداخلي للعضلة. ليها طبعا الحقن تركيزات معينة، علشان ساعات الزيادة في التركيز بيقلب بالعكس، وساعات برضو التركيزات القليلة ما بتديش النتائج الكويسة. فكل واحد ليه المناطق بتاعته بالكمية بتاعته. دي طبعا الأنكل بالأربطة بتاعتها من أسوأ الأماكن، كان خنقة العصب برضو من أحسن حاجات اللي بتخف. ما بقتش أعمل عمليات تسليك عصب دلوقتي بقالي كذا سنة بسبب كل الناس بتخف بالحقن. من يعتقد أنه يائس أو لا أمل. ده ألم مزمن بقاله سنين، نقول له إيه؟ طبعا إن شاء الله في أمل. بس برضو أنا بقول للعيان مش هناخد أمال عنيفة علشان ما نخبطش في السقف. كل واحد ليه الأمل بتاعه والمقدرة بتاعته. يعني اللي عنده 70-80 سنة مش زي اللي عنده 20-30 سنة، اللي جاي في درجة خشونة 5 مش زي الواحد واثنين. فكله برضو بنما دايما في أمل إن شاء الله. من إذا قدم إليه أي حد يقول له يلا قطة عمليات يلا نعمل عملية؟ لا أي حد. لا لا طبعا مفيش حاجة اسمها القرار السريع ده. قرار السريع ده أبدا، وخصوصا في العمود الفقري ما عندناش الطوارئ دي. يعني مش هندخل في غيبوبة ولا ورم في المخ، لا لازم التأني، لازم أديله فرصته. إذا استنفس كله فرص أو في أعراض مخيفة هقول له، وبرضو مفيش يلا بكرة دي. يعني اي حد يقول له كده يسيبه ويمشي، ياخد راي تاني وتالت. ما مفيش اصل كل واحد للاسف مش هيغير رايه، فانت شوف حد تاني يقدر يفيدك بطريقه تانية. بس اذا كان الامر فعلا بي ار بي وعلم حديث ينبغي ان تفهموه جيدا. العلم الحديث في هذا المجال اعتقد ان فتوحاته هتبقى كبيره جدا في المستقبل القريب جدا والحاضر. طبعا انت نورتني واسعدتني، وكان حوارا ممتعا كالعاده. ضيف العزيز القمه العلميه الكبير الاستاذ الدكتور ايمن عنب كان ضيفي في الدكتور. البي ار بي كيف يعمل؟ هذا ما سنترككم معه ونذهب الى يعني نكمل الشاي بتاعنا، مش كده ولا ايه؟ خلي بالكم من ظهركم، واوعى من البتاعه الكبيره، الكوره الكبيره دي اوعى منها، خطر جدا جدا جدا. خلوه دايما مع الدكتور. حوارنا اليوم حوار مثير للغاية ومهم جدا جدا جدا، وفي أجزاء منه ممتعة لأنها الحقيقة فيها مفاجآت كبيرة. لكن خليني أقول لكم حاجة مهمة قوي قوي قوي. احنا عندنا في الطب في حاجة في جدار أي أورجان، جدار بتحميه من أنه ينفجر، بتحميه من أنه يربشر. ربشر دي حاجة خطيرة جدا، عضلات نفسها. وكلنا عارفين كلمة فتق هرنية، دي مشهورة جدا دي في الجراحة وفي الحياة. كل واحد يقول لك هرنية فتق يعني ضعف مش عارف ايه والكلام ده كله. في حاجة في النساء مهمة جدا اسمها نيش. والنيش ده قصة مهمة، قصة في جدار الرحم. ده من ضمن ده واحد من التوبكس المهمة، بس انا حبيت النهاردة أبدأ بالحتة دي عشان هنفهمها النهاردة بالتفصيل، لأن احنا كلمنا عنها في محاضرة قديمة، ضيف العزيز كلم عنها في محاضرة قديمة، بس النهاردة هنزود الفهم والوعي لأنها حتة صعبة جدا. الجدار لما بينفجر أو لما بيضعف ويبدأ يحمل بقليلة أو يبدأ يعمل تجويف داخل التجويف أو يبدأ يعمل
نوع من الفت زي ما انا بقول. لازم اسال نفسي اسئله كثيره جدا واسالها النهارده. هل العيب في الرحم اساسا ان هو جداره ضعيف؟ هل العيب في اللي قفل الشغل من الاول؟ هل العيب في انه ما اتبعش؟ هل في استعداد جيني؟ هل في مشاكل وراثيه؟ هل المساله يعني الحكايه النيش يعني بتزيد ولا هي ثابته من الاول ولا اكتشافها بقى هو الجديد؟ دي اسئله كثيره. النهارده يوم مهم جدا جدا، لانه مش بس احنا نتكلم على النيش، اعتقد هنتكلم على حاجات كتيره ومفاجآت كتيره. وعنوان المفاجآت زي ما انا شايف في الليكتشر الهام جدا اللي اتوجدت في العالم كله شافها، واوروبا تحديدا شافتها بشكل كبير في خلال الاسابيع اللي فاتت، انه في حاجات كتيره بقت uncommon يعني غير شائعه. الله، وانت كنت فاكرها شائعه، ايه حكايه بقى اللي كان غير شائع وبقى شائع؟ الله، ده كلام مهم قوي. النهارده ضيفتي طبعا العزيز والغالي الاسم الكبير في عالم النساء والتوليد وصاحب المفاجآت والاداء الرشيق في الشرح التعليمي والتنوع، وفي حاجه مهمه جدا تلاحظوها، النقل الحي المباشر لكل حاجه بتحصل، وكأن احنا جوه زي ما بيقولوا ترس كبير جدا من العلم بيدور، ومن العمل العلمي بينتقل اليكم بشكل مباشر. ضيف العزيز الخبير العلمي الكبير الاستاذ الدكتور سيد الأخرس. الأورام الليفية ممكن تكون مسؤولة عن الاتساقات داخل الحوض. ما نقتلش بنت لسه ما اتجوزتش ان احنا نستنى عليها اوعى تعمل الورم الليفي. ولما يكبر ده كبر لازم نشيل الرحم. الايجابيات معناها ادي الثقة للمريض المصري والمريض العربي في الطب المصري. احنا عاوزين يحصل بجد تغيير في سلوكياتنا نتيجة وعينا. أقصى من المرض تخلي اللي حواليك عنك، وبجد نحس بالآخر إن الآخر أنا وأنت. بطمن أي حد إن في أمل دايما موجود، مبسوط وقت العملية بإذن الله. الولادة هي الأمل. الأستاذ الدكتور سيد الأخرس، استشاري أمراض النساء والحقن المجهري وجراحة المناظير وأطفال الأنابيب، الحاصل على الزمالة الأمريكية لجراحة المناظير المتقدمة والمساعدة على الإخصاب، عضو الجمعيتين الأوروبية والأمريكية للخصوبة، عضو الجمعية العالمية لجراحة مناظير النساء والمؤسس لمستشفى الأمم، والمؤسس لأول مركز متكامل لعلاج بطانة الرحم المهاجرة في الشرق الأوسط، أحد أهم الكوادر الطبية في مصر والوطن العربي. طبعا اسمحوا لي نرحب بضيفي العزيز الغالي الاستاذ الدكتور سيد الأخرس. اهلا بيك يا استاذ سيد، الحمد لله على السلامه. الله يسلم. الدكتور سيد لسه وصل من تركيا وجاب لي ملبن. الحمد لله. طبعا الحمد لله على السلامه شيء مهم جدا. انيوال كونجرس، المؤتمر الذي تقابل هو ايست ميت ويست، يعني الغرب يقابل الشرق، ده ملتقى مهم جدا ومؤتمر مهم لجزء مهم قوي من العلم في عالم النساء والتوليد الغربي والشرقي. تمام. الانوال كونجرس كان فيه كثير من البيبرز والمحاضرات والخاصه بالامم. انا قدامي اربعه وعايز اسمع منك القصه او الملخص بتاعهم وبعدين ندخل فيهم بالتفصيل. طيب، هو طبعا المؤتمر السنوي في تركيا زي ما انت مسكت، المؤتمر الاوروبي السنوي للمناظير النسائية المتقدمة. المؤتمر سنويا بيعقد في كل دولة أوروبية تبقى موجودة تحت رئاسة طبعا المنظمة الأوروبية لعلوم المناظير النسائية المتقدمة. الهدف أن كل سنة خلال السنة اللي قبليها بيبقى عندك مرضى، المرضى دي بيتحولوا إلى علم،
العلم ده بيسطر وتنزل الى تحول الى دراسات. الدراسات دي عشان يستفيد منها البشر على العموم والاطباء على الخصوص. بمعنى ايه؟ تطلع توصيات لمرض ما يطلع بشكل معين زي مثلا بطانه الرحم المهاجره، مدى انتشارها قد ايه وايه اسباب انتشارها تدرس، وايه تيجي تدرس بقى من ناحيه الطبيه ومن ناحيه التقنيه ومن ناحيه فرص تقليلها ورجوعها مره اخرى، وليه الجينات بتقول ايه، الوراثه بتقول ايه، ايه بعض الادويه اللي ممكن تقلل من 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 ظهورها، وبعض الادويه اللي تقلل من انتشارها، وبعض الادويه اللي تقلل من انتقالها. المرض ده ليه موجود عند نوعيه من البشر اكتر من نوعيه اخرى؟ هل هو موجود هو مرض عالمي ولا مرض محلي موجود في مثلا الاثنيك جروب مثلا، او يعني هل ليه خاص بالاجناس عن اجناس وليه خاص بلون عن لون، ولا هو مرض يونيفرس عشان البيئه والتلوث البيئي والتحول اللي حصل في الجينات والكروموزومات وغيره، ولا ايه؟ طيب بنتكلم على الجراحات ومدى انتشار الجراحات. لو في مرض ومرض جراحي يعني يستحق ان هو يخرج من جسمك جراحيا، في طريقتين، الطريقه التقليديه فتح البطون، والطريقه المتقدمه مناظير، سواء المناظير اللي بقى منتشره انتشاره والناس بقت فاهمه يعني ايه مناظير جراحيه، او المناظير الانساني الالي المساعده كمان على التخلص من المشاكل بقى. والمقارنه ما بين يعني قتل بحثا المقارنه ما بين المناظير الجراحيه والجراحه التقليديه، ولو كان الجراحه التقليديه لابد منها، وهي فعلا في جراحات لابد منها تكون جراحه تقليديه، يعني لابد من فتح البطون في جراحات تقليديه، ولكن هل الجراحات التقليديه اللي بتبقى موجوده في مستوى في مستشفيات مثلا لذات امكانيات كبيره واستعداد ضخم ومهارات عاليه، هل ممكن تكون زي مثلا امكانيات في مستشفى ما او مكان بعيد نائي ما فيهوش نفس الامكانيات؟ هل السيركمستانسز او البيئه المحيطه لاثناء جراحه تقليديه موجوده واللي ممكن تكون في صعبه وممكن يكون في نزيف وممكن يكون في تلوث وممكن وممكن وممكن، وبعد كده المراه دي هتحتاج انها تتفتح بطنها مره اخرى، ده الجراح اللي فتحها اول مره احيانا بيتهرب يفتحها تاني مره من صعوبه المشكله اللي هيواجهها، لانه هو عارف كان في بطنها ايه، هو عارف كان لم الرحم ده بالعافيه اللي انفجر او كان في خراج جوه او صديد جوه، وفتح البطون يؤدي الى التصاقات مره اخرى. طب تخيل بقى لما تيجي مره تانيه ومحتاجه تتفتح او اتفتحت مره او اتنين او ثلاثه وتعذر بعد كده انها تتفتح بسبب او لاخر، وتفاجئ انها المراه دي حامل، وتبقى عندك مشكلة بقى تكمل حملها ولا تنهيه. طب هتنهيه ازاي اذا كان اصلا هي حملت بقت في مشكلة؟ لو نهيته هتنهيه فاجينال يعني هتنهيه عادي من تحت، ولا هتفتح البطن مرة اخرى؟ طب لما تيجي تولد قيصرية هل هي هتبقى ليها استعداد خاص وامكانيات خاصة، ولا الموقف هيبقى ازاي؟ كل ده بيطرح في الاذهان والنقاشات، وبتبقى فيه بعض الامراض اللي محتاجة مالتي سنترك ستادي. يعني معنى ايه؟ احنا مثلا في دراسات بتبقى طالعه سي مثلا من الامم او من اماكن اخرى في مصر موجوده بالتعاون مع مركز اخر زي في تبليسي، عندنا مراكز يعني عده دراسات مشتركه عشان تقول مثلا ايه، لو انت عندك مثلا 100 حاله خدت دواء معين او عملت اجراء جراحي بشكل معين، و100 عيانه برضو عملت نفس الاجراء في مكان اخر وفي مركز اخر في دوله اخرى، يتجمع الدراسات عشان تقول الرؤى المختلفة في أماكن مختلفة بنفس التقنية طلعت مفهوم جديد للطب يغير المفهوم القديم أو يأكد المفهوم القديم، أو يبقى عندك مدارس مختلفة للإخراج لمرض واحد. عشان أحيانا بيحصل جدل، وده جدل دايما محمود، يعني لما كان يقولك في الفقه الديني اللي هو ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وبالتأكيد يفقهه في العلم، لأن حتى لما كنا بنقول في الدين اختلافهم رحمة، يعني اختلاف المذاهب رحمة. بمعنى إيه؟ لما اختلفوا المذاهب بقى في إخراج للمسألة الفقهية برؤى مختلفة عشان يستفيد بيها الإنسان اللي عنده في الآخر خالص حتة دايلمة مش عارف يخرج إزاي، فبياخد الأيسر أحيانا عشان يخرج من بالفتوى الدينية. كذلك الفتوى العلمية ساعات بيبقى المخرج مختلف،
والناس عشان بسيطة احيانا فتلاقي مثلا ايه ده في التصاقات، انت هتعمل العملية؟ ساعات تعمل العملية عشان ايه؟ عندها التصاقات. هتفك الالتصاقات هتفكيها بجراحة؟ ما من العبث والجنون ان يكون المرض جاي بسبب جراحة وتفكه بجراحة. يعني بمعنى ايه؟ حتى لو كانت الجراحة بالمناظير ما بالعقل كده. فنيجي نقول ايه هنا بقى؟ لما بيحصل التصاقات، بتحصل التصاقات زي ما انت قلت في المقدمة، هل نتيجة ان المريضة دي عندها استعداد مفرط ان لما يحصل جرح فيها سواء سطحي او داخلي ان يحصل التصاقات، يحصل تليفات، يحصل كيلويد بره فيحصل التصاق جوه؟ طيب ولا كانت بسبب ان ظروف العملية نفسها في مشكلة؟ يعني بمعنى ايه؟ بتفتح في خراج فنفس في انفكشن، في تلوث موجود اصلا وانت شغال، ولا بسبب قلة خبرة الجراح اللي بيتعامل مع المرض الموجود، ولا احيانا استخدام بعض التقنيات اللي ممكن تكون من غير ما تشعر هي سبب اصيل في وجود الالياف والتليفات اللي موجودة. يعني يحصل حاجة اسمها ايه؟ فورين بودي رياكشن. يبقى كأن انت عملت عملية جراحية كويسة جدا والمريضة كان استعدادها للالتئام كويس جدا، ولكن التالك باودر اللي كان موجود على الجوانتي كان شوية زايد، او كانت فتة تطلع من الشاش اللي موجود مثلا، او تعرضت الامعاء لهواء اكتر فيحصل نوع من فورين بودي رياكشن، او احيانا تفضل غرزه موجوده ويحصل كور من الالتصاقات حواليها من الامعاء والمنديل البطن ويفضل مشكله رهيبه مش هتخلص ابدا الا لما تفك الالتصاقات وتخرج تخرج الجزء ده. فتعملت دراسات ما بين، وده اللي هنشوفها باتباع الدراسات، ما بين المقارنة ما بين جراحات المناظير والجراحات التقليدية، ونشوف الأسباب إيه ليه المناظير بتتفوق على الجراحات التقليدية. ليس هنا من وجهة نظر أحادية ولكن من وجهة نظر عامة فيها شمولية. بنتكلم برضو على إن بعض الأمراض النادرة اللي ممكن تكون موجودة وتكتشف بالصدفة أثناء إنها تقابل المينيمال إنفيزيف سيرجن، جراح اللي بيتعامل بالمناظير التدخل القليل ولكن الرؤية الأعمق والأوسع والأرحب، وبنطلع مثلا سي مرض كان في ممكن تكتشف أنه هو في الآخر غير اللي كان متشخص من الأول، وتيجي تفتح مثلا تلعب بالهريسة زي ما اتكلمنا ويطلع في حالة تانية زي مثلا شفنا في حالات أخرى لمرضى موجودين من تركيا ومتبليس تطلع هيداتيت سيست موجود على الانترنال إلياك وكان أول مرة تتشخص في مكان ده غير متعرف عليه ان هو في الكابن. الهيداتيت سيست دي كانت منتشره في العراق. فتبقى موجوده فتكتشفها. يبقى معنى كده كمان المناظير اكتشفت حاجات وما ينفعش نطلع بقى مرض ويطلع وانا من رؤيه طبيبي انه كان شايف ان ده مرض حميد مش محتاج انه يتحلل. ما فيش حاجه اسمها انه مش محتاج انه يتحلل. اي حاجه تخرج بره الجسم لابد من تحليلها، مش عشان نعرف انه سرطان ولا حميد، عشان نعرف هو المرض نفسه، عشان نعرف اذا كان هيتكرر ولا لا، هو جه ليه وبعدين فرصه رجوعه هتبقى قد ايه. بنتكلم برضو على لما احنا بنيجي نقول بطانه الرحم المهاجره، بطانه الرحم المهاجره، بطانه الرحم المهاجره، وبعدين كلمنا على بطانه الرحم المهاجره وقلنا تشوكليت سيست، تشوكليت سيست الناس عارفه تشوكليت سيست وعارفه ان التشوكليت سيست موجوده على المبيض، والتشوكل سيست الموجودة على المبيض دي بتأذي المبيض وبتأذي مخزون المبيض وعداد لو اعتبرنا ان المبيض ده فيه عداد والعداد ده بيقول ان حجم البويضات او كمية البويضات الموجودة تقضي سنوات من العمر بشكل معين، فالمرض بطانة الرحم المهاجرة بيلعب في العداد ده كأنه بيزور فيه لأنه بياكل من رصيده. طب لما تيجي تعالج، انت لما تيجي تعالج هتعالج ايه؟ هتشيل الكيس اللي موجود. طب انت بتشيل الكيس بالتأكيد ممكن كمان تلعب في العداد وتنقص رصيده. طب ايه الدراسات اللي ممكن في الاخر خالص برضو لما شلت الكيس ممكن يبقى فيه شوية نزف موجود في المبيض، طب توقف النزف ده بايه؟ الطرق المختلفة لوقف النزيف، هل هتعمل كي؟ هل هتحط بعض المواد اللي تعمل هيموستاتيك وتعمل كواجيليشن؟ هل هتعمل خياطة؟ هل هتستخدم ليزر؟ ايه التقنيات المختلفة وتأثيرها على حاجتين، رجوع المرض وعلى الاوفينيال ريزيرف
والاحتياطي الرصيد الاستراتيجي للمبيض اللي موجود عشان يقضي الخصوبة ويقضي فرصة الحمل مرة أخرى. تعالى في عجالة كده نستعرض وبعد كده نرجع نقول إحنا كنا عاوزين نوصل نقول إيه، بس خطوة بخطوة. هنروح دلوقتي للمؤتمر، لكن أنا برضو عايز أقول لشباب الأطباء الأربعة توبكس مهمين جدا: البيزار لوكيشن أوف ذا بيلفيك بلير ديزيز ميت ذا مينيمال إنفيسيف سيرجن، دي كانت توبكس، واليورينري تراكت إندومتريوز إز نوت أن أنكومن فايندينج. اللي هو بطانة الرحم المهاجرة في المثانة البولية منتشرة عليها، منتشرة ولا احنا ما كناش نعرفها، ولا دكتور الجراح النساء التقليدي ممكن تواجهه بس هو يمر عليها مرور الكرام وما يبقاش واقف عندها ويتخيلها، وهل هيفضل دكتور النساء التقليدي ما يقف عند مرحلة انه ملوش علاقة بالمثانة البولية والحالب، ولا هي يعني جينيتال يعني جينيتوري تراكت اللي هو خاصه بال يعني اليورينا تراكت خاص بالمراه، فانت المثانه البوليه والحالب جزء اصيل وفي عملياتك الجراحيه فلابد انك تقرب منها اكتر. اها الثالثه دي مهمه جدا ودي مثيره، دير لابراتومر دير لابراتومايزر تشيك يور نايف تشيك يور نايفز يعني اعزائي جراحي فتح البطون خلي بالكم من سكككم او مشرطكم يعني. مشرطكم ماشي. وبعدين بعدين حته بقى تهمني انا قوي في البطنه، ذا افكت اوف هيموستاتيك ميسوس اون ذا اوفيريان ريزيرف فولوينج اندومتريوزيس اكزكيوشن، طبعا ده مهم قوي طبعا. هنشوف القصه ماشيه ازاي، لان اكيد احنا قاصدين العرض ده وبكثافته عشان نقول ان المرضى مش مجرد ان المريض دخل وخرج وكشف وراح، المريض ده بيتأرخ وبيرصد وبتشوف افكت الجراحات على مستوى العمر، ده كم مريضة عملت منظار جراحي وفي الاخر حملت. ليست الفرحة شخصية ليها او لطبيبها ليها او للتيم المتعارف عليه، ولكن عشان تقول دراسات قد ايه نسبة النجاح اللي ممكن تتم بعد مناظير جراحية للتعامل مع مثل هذه الامراض، سواء كانت اورام ليفيه او بطانه رحم مهاجره او التصاقات وتاثيرها بعد كده، وتاثير المرض ده لما تيجي تقول هتعمل بعد كده مثلا مناظير عشان تساعد مريضه اتفتحت بطنها اكتر من 16 مره والمريضه دي بتعمل حقن مجهري وما بتحملش، عارف ليه؟ عشان عندها ارتشاح في الانابيب لبطن مفتوحة 6 مرات 7 مرات وبقول لك أحيانا 12 مرة، وبالتأكيد بيبصلها زي يعملوا إيه، يحاولوا محاولة أنها تنجح وبتفشل بسبب الأنابيب المرتعشة ومش عارف يخش البطن بسبب الالتصاقات الموجودة. هل ينفع أن نفك الالتصاقات هنا عشان نخش للأنبوبة؟ بالتأكيد لازم نفك الالتصاقات عشان نوصل للأنبوبة. كان البديل يحطوا الإشور، وده حاجة زي اللولب تخش من عند الرحم في الانابيب وتتقفل الانابيب، مشاكلها بقت كتيره جدا لدرجه الاشور يعني يكاد يكون بيندثر العلاقه بيه دلوقتي والعمل بيه. فبالتاكيد لازم ترفع الكفاءه وتتعامل على العجز اللي عندك عشان تعلى بيه وتعلى على نفسك عشان تواجه مشاكل هي موجوده واحنا كنا جزء اصيل منها كجراح، وبالتالي لابد من حلها. مش مكتوب في الايه ده ما تقدرش اوعى حد يلمسك، مفيش حاجه اسمها كده، لا يلمسك بس هيلمسك بوفق علم وبوفق خبرات معينه. تعال نشوف، تعالوا نطير الى اوروبا عشان نشوف كمان في المعنى اللي اتطرح فعلا تعبير مهم عن مقابله الغرب للشرق، لان طبعا هذه مشكلات معظمها شرقيه، معظمها شرقيه. ما هو لازم العلم يقابل الغرب يقابل الشرق عشان في الاخر خالص خدمه البشريه. بالظبط كده، تعالوا نشوف مع بعض.
about laparoscopic implantation and management of uterine lesion. Thank you for giving me this opportunity. Uterine lesion. Ruptured uterus, 20 weeks gestation. With beakers in the nest and the ESG. What is the link? Uterine lesion. As we see here, high mesh after hysterotomy at 20 week gestation ended by hysterotomy. And you can see the light as a mid-uterine body by hysteroscopic transformation. This you can see here, intra-abdominal bleeding because retrograde menstruation for a patient suffering from amenorrhea and following cesarean section 6 months later. And you find here the defect by blue, we see blue, and we can close the defect after. The incidence of the niche has produced conflicting result. The reported rates are varied between 6.9 and 69%. The niche was evaluated by transvaginal ultrasonic or slide-sonohistogram or hysteroscopy or MRI. Sometimes the low-lying niche is situated at the cervical canal. The section of the niche leading to protrusion of blood-stained cervical mucus, we can see here. Also, the uterine contents and many contents at the cesarean scar. Here, we grasp the bladder. We can see the niche. We make the dim and the illumination again to see the defect completely resolved. So now I think we know what the link is. Okay, thank you. Is there any comment from the audience? Well, yes. After the repair, does the patient have no niche anymore? Or what's the chance that it will occur again? Okay. We have some cases with the recurrence of the niche after the repair. And so for this reason, we take the suture in two layers to make watertight, and then we start the restoration for about 2 to 3 months to assure that there is no any accumulation of the blood between the suture if it is not tight. I would like to ask you, for how many months, maybe after how many months there is no concrete idea about that, but we can advise the lady if she'd like to get pregnant to wait about 6 months because we're afraid from the niche to be recovered again and the cesarean scar ectopic may be. We have the privilege to hear the person who described for the first time this kind of technique. So I invite Professor Donet to make some comments in this presentation. Thank you very much for this presentation. Thank you very much to tell me I'm the first series that I didn't describe the first technique. The first technique was described in 2005 by Jacobson. He presented one case and he called that uterobaritoneal fistula. He's the only one guy who called that that name. With our experience, we have a lot of cases with this great dense adhesion between the anterior abdominal wall or the bladder flap and the dense and the bottom of the defect. What would you advise regarding the removal of tissue and the amount of tissue to be removed? I think it clearly depends on the size of the niche and the residual biometry of it. If you want to have a good approximation between the tissue, you need to reach the same biometry of it. So it means that it needs to breathe. If it doesn't breathe, it means that during the resection, you are probably into fibrotic tissue. And if you suture fibrotic tissue, you will never reach a residual myometrium thickness. So probably, in my experience, I remove more from side to side, and I go directly into same myometrium. And you have to observe the small drops of hemoglobin coming from the cervix and from the myometrium, and I don't use any coagulation to coagulate it. Sharp dissection. Yes, exactly. So thank you very much.
حقيقة احنا دلوقتي على الشاشة كان شرفنا جدا بوجود أرنولد فاتيه. أرنولد فاتيه ده يعني ده أسطورة أسطورة. وكمان أوليفر دونيه كان موجود. أوليفر دونيه ابن جاك دونيه ده برضو من أساطير من الناس العلامات الكبيرة أو في الناس التالي. بس أرنولد فاتيه أنا عايز أشوف معلش يعني هم مش هيعرفوه في الصور بس تجيبوا حاولوا ترجعوا كده في البتاع من غير صوت والدكتور سيد يقول هو ده أرنولد. هو أرنولد فاتيه معروف كل العالم الناس كله عارفه وعالم الطب كله عالم الطب عارف مين أرنولد فاتيه ورجل فرنسا الأول في الطب المناظير الجراحية المتقدمة اللي واحد من اهم اللي قدم قد ايه يعني حتى الاي ليكتشر والاي نوت وعلم الناس يعني ايه حب جراحه المناظير على مستوى العالم كله باسهاماته المستمره وقد ايه الانسان اللي عايش اللي موجود ليل بنهار ما عندوش حدود للعلم وما عندوش حدود حتى جغرافيه المرض ولا حتى جغرافيه التعبير بكل حب وتواضع مع كل الناس في مستوى العالم كله. أوليفر دونيه وابن الثاني ابن جاك دونيه أساطير العلم في بلجيكا ونفس القصة برضو احنا الحمد لله احنا في الأمم برضو جزء معاهم من اليوتراين ترانسبلانتيشن والأوفيريان أوتو ترانسبلانتيشن اللي زراعة إن شاء الله ده في مشروع كبير برضو إن شاء الله يعني بيتم للناس اللي عندهم مشاكل في مخزون المبيض واللي ممكن هيواجهوا عندهم سرطانات او عندهم امراض مناعيه او عندهم مشاكل بشكل او باخر وممكن هيتعرضوا الى اشعاع او يتعرضوا الى حاجه ازاي نحتفظ بجزء من المبيض او مبيض بالكامل وبعدين بعد ما يتعالجوا وكل حاجه نرجع المبيض ده تاني عشان ما يتقاش يتعرض للإشعاع أو قل مخزون أو دمر تماما وبعد كده لما يتحسنوا ويشفوا نقدر نرجع المبيض مرة أخرى أو بعض الأجزاء من المبيض اللي اتاخدت مرة أخرى. قد إيه العلم الليل بنهار بيزود الأمل وبيفتح أفاق جديدة جدا كانت منغلقة ومقفولة. عشان كده دايما بنقول إيه إن بالعلم بيحيى الأمل من جديد. الأمل دايما هو اللي بياخدك للأفاق البعيدة قوي والأماكن المظلمة قوي عشان تنورها وتتنور وانت في الآخر بتستفيد وبتفيد بشكل من غير ما تشعر بيه خالص كأن تيم وورك كبير جدا. قالنيش أنا كان سعيد جدا بوجودي في جزء تحضيري لعدد حالات كبير من النيش وأعتقد أن أنتوا لما قدمتوا النيش في الانيوال كونجرس في الكونجرس في المؤتمر اعتقد انه حالاته كانت كتير هو كتيره يعني والنهارده هنبسط للناس اكتر وايه التركيز على كل شويه بنتكلم على جزء مظلم كان موجود في حياتنا اللي وهو موجود بس كان مظلم والهدف منه ايه تعال نشوف الهدف منه ايه وهل نسبة انتشاره كانت موجودة ولا مش موجودة وهل تشخيصه كان موجود ولا كان ميس دياجنوز وهل على أساس إيه أنه كان ممكن يغفل في تشخيصه وعلى أساس إيه أنه دلوقتي بقى ممكن يكون تشخيصه بقى أرحب وأوسع. تعال نشوف كده بالظبط إيه هو القصة الحدوتة ماشية زي بتاعت النش. تعال نشوف مع بعض. من ثلاث قيصرية نزيف على طول مستمر ألم فظيع تعبانة مع جوزي وتعبانة في البيت كنتش قادرة أتحرك خالص كنتش قادرة أتنفس مش قادرة أمشي مش قادرة أعيش حياتي الطبيعية. التهابات شديدة قوي وإفرازات كتيرة حصل إجهاض مرة واثنين وثلاثة وأربعة خمس سنين
قدر ما لما بس عارفين بقى اللي هو يقول بس ما في احنا عايزين نفهم النهارده ايه هو النيش. لو عاوز تشوف حاجه كان بدانا بيها بس كان ليها معنى. لو رجعنا للبرومو الاولاني اللي كان في عربيه وفي مرايه جانبيه وانت كنت بتسالني عاوز تعرف عدى الثلاث ايام اللي فاتوا دول عاوز تفهم فكر اول ما بعتوا لي البرومو طب هما مش فاهمين فتبصوا هو دكتور سيد عنده رؤيه كده هيشرح لنا لو سمعت يعني ركز بس انا انا عايز السؤال يجي من البرومو افكر الناس بس بالبرومو تعالوا نشوف مع بعض البرومو ايه علاقه النيش بالمرايه الجانبيه بتاعت القاره والناس القاره انا القاره الناس ماشي حبيبي تعالوا نشوف هو ده السؤال ما هو العلاقه بين انفجار الرحم اثناء الحمل وبين المرايه الجانبيه في السياره صحيح ايه بقى طيب. اسقاط اكيد يعني طبعا واللوجو بتاع كارونيس هو الهدف يعني يا دكتور يعني كل واحد منا ممكن كل يوم وهو رايح شغله او رايح ايا كان وظيفته كانت ايه بيشغله ليل بنهار تفكير حدث بشكل ما واخده لدرجة حتى هو راكب العربية ممكن يفاجأ ان هو قطع مشوار ساعة او ساعتين من غير ما يشعر بالطريق عشان في حاجة شغلاه يلحق مريضة ينقذ مريضة رايح لأي كان وظيفته قضية رايح لها وانت في العربية طول ما انت سايق بتبص احيانا في المراية الجانبية او الخلفية زي مع الشاشة كده بتشوف في المراية الجانبية او الخلفية بتشوف العالم اللي حواليك انت سبقت احداث وفي نفس الوقت احداث ثابته وبتبص تلاقي وراك في عربيات جايه بسرعه ممكن تتخطاك ايه الهدف ده ايه معنى طيب يعني اكتر زي اي دكتور نسا اتصال على الفجر دكتور تعالى الحق ايه حاله في ولاده وكولابست كولابست يعني انخفضت معدلاتها الحيويه وبتجري بسرعه الحق يعمل قيصريه ايه ده انخفض نزيف بتفتح بتلاقي في انفجار رحم رابشر يوترس رابشر يوترس تعاملت مع الحدث سواء كان الرحم ده قدرت تصلحه او كان بياند التصليح الفيكسيشن تاني وبتشيل بتعمل هيستريكتومي اضطريت تشيل هيستريكتومي البيبي ده ممكن احيانا يبقى توفى لانه خرج بره او انتروترين فيتال ديث مات داخل الرحم لسبب او باخر او بالموت او ان حتى المريضه ممكن لا قدر الله هي نفسها تروح سيناريوهات بتتكرر ممكن ده يتم في اثناء الولاده ممكن يتم في اي مرحله من اثناء الحمل 20 اسبوع ورحم ينفجر او انت بتولد بتفاجئ ان في مشكلة طلعت البيبي جيت تطلع المشيمة تلاقي المشيمة في حاجة اسمها ايه مشيمة انكريتا يعني انغمزت في داخل الرحم او بيركريتا كمان خرجت من الرحم لو جيب صور المشيمة يعني انغمزت في الرحم او خرجت من الرحم وكمان ممكن تكون لزقت في المثانة البولية فهتشيلها بالمثانة البولية هتخلي المشيمة يحصل نزيف رهيب لا يتوقف ممكن المريضة تروح تماما ايه ده ده في مريضة حصل حمل داخل الرحم خارج الرحم ازاي مش يعني ايه داخل الرحم دي دي بصور من المشيمة اللي موجودة من داخل الرحم خارج الرحم يعني ايه يعني حصل شوف المشيمة بدأت ازاي تبقى موجودة من خلال الرحم وخرجت بره الرحم طيب
دي صور من بيوريك قد ايه المشاكل الصعبه الموجوده. بس نرجع بقى للاستوديو هنا عشان ايه ما نتشتتش مع الناس. جينا هنا بتلاقي ان المشيمه بقت بتبقى في الوضع الطبيعي، ان الجنين داخل الرحم وكان الشمسيه بتاعته فوقيه اللي هي المشيمه ولازقه في الرحم، بتولد الطبيعي، تولد البيبي وبعدين الحبل السري وبعدين اخر حاجه المشيمه. طب لو كانت المشيمه سابقه الطفل وموجوده في جرح قيصريه قديم وبالتالي تبقى دخلت وانفيدد فيه لان الجرح القيصريه رقيق، انفيدد يعني غمست نفسها، انغمست وبعد كده تاخد في المثانه البوليه قدام، او انها ممكن تنغمز لدرجه ان لابد انك تشيل الرحم، او احيانا النزيف لا يتوقف لازم يشيل الرحم. طيب وبقى لترات من الدم اللي ممكن تتنقل، والله اعلم المريضه ممكن المشاكل اللي ممكن تتم قد ايه، او هتلحقها ولا مش هتلحقها. زي ما اتفقنا قلنا ايه ده حمل خارج الرحم غير مشخص. ليه؟ لان الحمل اللي خارج الرحم داخل الرحم، يعني ايه؟ في جرح القيصرين، في النيش ده. في النيش نفسه، في الفتق، في الفتق ده اللي احنا لسه مش عارفين انه فتق او لا. هو فتق وبعد كده تكتشف ان ايه، ان في تتر بيزيد، وانك انت مش عارف تتر يعني اقصد لما بتعمل حمل رقمي بتلاقي تتر زايد. أوكي. وبالتالي انت مش لاقي ان الرحم فاضي، وبعدين ايه ده في تجويف، ايه ده حمل ده ولا بقايا حمل، ولا كان حمل في 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 التجويف اللي ما بتاع الرحم يحصل له ابورشن اجهاض، ولا موجود في القناه عنق الرحم. التشخيص المقارن ايه اللي موجود ده؟ طيب ده جزء للمرضى اللي هم حصل معاهم حمل. طب المرضى اللي ما حصل لهمش حمل بقى بمعنى ايه؟ وهي نون بريجننت يوترس، مش حامل، ولكن عندها الام، والام مبرحه، والام مع الجماع، والام مع الدوره، ودوره غزيره، ودوره تيجي انترمنيسور بليدنج بعد ما الدوره تقطع يعني خلصت ينزل عليهم دم تاني، والم في الجماع، واحيانا تبول ومشاكل في التبول، ويتعمل سونار ويتعمل تحاليل ويتعمل ويتعمل ويتعمل، وتفاجأ ان مفيش حاجه عندها ولسه المريضه بتشتكي. وبعدين لما نقرب بالتشخيص اكتر نقول ايه ده، ده عندها نش. فكانت المرايه بالنسبه لي وانت سايق ان لما بيحصل حدث ادي زي حادثه العربيه، لو رجعنا شويه لحادثه العربيه ورجعنا كان بالتاريخ لورا شويه، لو كانت ماشيه بسرعه معينه أفضل. لو بسرعه سريعه اللي كان في مشكله ما تصدمت، ولا تمركز. اصلا المرايه الجانبيه فيها حاجه اسمها البلايند سبوت، النقطه العمياء. كتير جدا بيسوق العربيه وما يعرفش ان المرايه الجانبيه اللي جنبه ممكن تخدعه، يعني لما يجي وانت سايق العربيه ما بتجيبش كل محيط العربيه اللي انت سايقها، ففي النقطه العمياء اللي موجوده اللي بتبقى العربيه اللي جنبك وصلت لنص عربيتك انت مش شايفها، وتيجي تحود يمين او شمال تخبط في العربيه. البلايند سبوت، الميس دياجنوزس، يعني وكان في بجد عربيه جنبك بس انت مش شايفها، يعني بجد في مرض بس انت مش شايفه، ده الميس دياجنوزس، ده التشخيص اللي ضلينا في تشخيصه، بمعنى انك تعمل سونار ويبان الرحم ما فيهوش مشاكل خالص. ولما تيجي عشان المرايه الجزء الاعمى في المرايه ده عشان الناس تتفاداه بدات تعمل تقنيه تانية، تعمل مرايه صغيره، فتعمل مرايه صغيره فوقيها او في نصها تجيب الجزء الاعمى من العربيه زي كده عشان تجيب محيط العربيه بتاعتك بالكامل، وبالتالي ما تخشش في حادثه، لان معظم الحوادث اللي حصلت على الطريق حصلت بسبب النقطه العاميه اللي في العربيه، ديد سبوت. ومعظم الحوادث اللي حصلت في الطب بسبب ان في تشخيص ضل تشخيصه من البدايه، حته في الجدار مش شايفينها كويس، هي دي اللي عملت المشكله، سواء كان في تحليل سواء كانت مش باينه، او انها او ان انت مش عارف تدور عليها ازاي. لاني النش مينلي هو سينوجرافيك فايندنج، يعني يتشخص اصلا بالسونار بس مش بالتقليد السونار.
ان انت عشان تشوف تعرف ايه النش، وقلنا ان هو كراكس وان هو اندنتيشن او تاكل في جدار الرحم. بمعنى يعني شرخ، بمعنى شرخ. اه بمعنى ان لو الرحم الاول نفسر ده، بدنا نجيب صوره مريضه عملت قيصريه، سواء كانت قيصريه تقليديه عند 38 او 39 اسبوع لحمل مكتمل، اتعملت قيصريه نتيجه عدم تقدم الولاده، او كانت ولاده متعسره، او ان كانت بتولد في البيت، او بتولد مع حد وتاخرت في الولاده فلحقت عشان تروح تعمل القيصريه، فاتعملت القيصريه. ثلاث انواع او اربع انواع او خمس انواع من المواقف المختلفه: قيصريه تقليديه في ايد جراح ماهر فتح الرحم وطلع البيبي وخيط الرحم في الطبقات المتعرف عليها، ادي واحده، او قيصريه على عجل وفي نزيف او تاخر في الولاده، تمدد الجزء الاسفل من الرحم وبقى اللي هو حوالي 2-3 سنتي بقى حوالي 5 او 10 سنتي، اتفتح القيصريه وطلع البيبي وخرج مفيش مشاكل، او ان حصل مشاكل اكبر وحصل انفجار في الرحم ودخلت واتخيطت وخلصت، او مريضه كانت عامله استئصال اورام ليفيه قبل كده وحصل ضعف في جدار الرحم بشكل او باخر. نتج عن ده حاجه زي الجراحه القيصريه زي اي جراحات موجوده في الطب، ليها حاجه ريسنت كومبليكيشن وريموت كومبليكيشن، في مضاعفات الان دلوقتي ومضاعفات فيما بعد. يعني قيصريه ممكن تبقى ماشيه مرور الكرام ومفيش مشاكل، قيصريه حصل تجمع دموي اتفتحت مره ثانيه، قيصريه حصل التهاب دخلت في مشاكل فتحتها عشان تخيطها مره اخرى، او في نزيف او 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 جرح من بره او ناسور حصل او 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 ما حصلش اي حاجه، او ريموت بعد كده من بعد 6 شهور او سنه او سنتين او 3 او 4 تشتكي المريضه بشكوى مختلفه يضل تشخيصها لدرجه تخش في مقارنه بعبطنه الرحم المهاجره. ان ايه ده؟ ده انا الم، اه نفتكر ان بطنه رحم، الم في الجماع، الم في الدوره، كل الصفات بتاعه البطانه، نقط دمويه بعد الجماع، مشكله رهيبه. يجي زوجين المشكله عندها ان ما عندهاش الم، ولكن كل ما بيحصل جماع بينزل دم، وعنق الرحم ما فيهوش قرحه وما فيش مشاكل عندها خالص، والزوج بقى يعزف عن العلاقه بينهم وبين بعض لان كل مره حاسس ان ده اذى، حاسس ان هيحصل له مشكله. بيقولوا له لو الدم حصل في الجماع هيحصل لك امبوتنس، يعني مش هيحصل انتصاب مره اخرى، فمشاكل كتير. ده مش حقيقي. يعني اتقالوا له، ما خلي بالك معتقد، معتقد. احنا بنتكلم كتير والكلام الكتير بيعمل انفورميشن ومعلومات كتيره، والانفورميشن الكتير بيعمل كونفيوجن وارتباك في المشهد، بيخلينا نضل ما بقاش عارف تمشي في اي اتجاه. واحنا بنتاثر ببعض، انت مهما تكون قاعد قصاد دكتور ليل بنهار ومذاكره وحافظه ومصدقه، لما بتروح امك او امها واختك او اختها ممكن يلخبطوا لك القواعد تانية، لان هم الاقرب وهم اللي بيكلموك دلوقتي وهم تاثيرهم دلوقتي فبيحصل لي لخبطه تاني، وده حياتنا كلها. فتعالى نتكلم ونقول الناس كان بتشيك ازاي، وبعد كده بدانا نعمل طريقه ازاي نفسر كلمه النش، وبعد كده النش اللي هو بقى متعارف ان القيصريات زادت في العالم قوي، نسبه القيصريات في العالم دلوقتي تكاد تكون 70% من اللي بيولدوا قيصريه. يعني انت لو بصيت يمين قيصريات، شمال قيصريات، فوق قيصريات، تحت قيصريات، لو عندك جيرانك لو قرايبك قيصريات، هل القيصريات زادت بسبب ايا كانت الاسباب بقى، استعجال ولا التقنيه زادت وبالتالي اكتشفنا مشاكل كانت ممكن تضل الاجنه اللي كان بينزلوا سي بي وسيريبرال بولسي ومشاكل كتيره جدا، فبتنقذهم وسائل التشخيص المختلفه اللي خلت تعرف نشوف الجنين ده ممكن نقص الاكسجين يزيد عنده، وايا كان القيصريات زادت مش في مصر، زادت في امريكا، زادت في الصين، زادت في اوروبا، زادت في كل الدنيا. لما زادت القيصريات لان معدل وجود النش او البهو ده او الشرخ ده او الفتق الغير مكتمل ده، لان لما يكون فتق مكتمل خالص بيبقى اسمه ناسور رحمي او ايا كان، ادى الى انتشاره بقى توصل من كام؟ من 6.9% الى 69%، يعني حتى كمان الوايد رينج ده يؤكد ان لسه مازال ناس كتيره جدا ما تعرفش عنه حاجه، ومازال انه في مشكله كبيره جدا
عشان كده عاوزين النهارده نستعرض عنها ونوري للناس مشاكل كتيره. لو بالمرآه الجانبيه كنا ممكن رجعنا لورا كنا نتفاداها. لو بالمرآه الجانبيه لو كان اول ما بيحصل امبلانتيشن وانغماز للاجنه وانغمز تحت انهي الحمل ولا خليه يكمل؟ يعني لو حصل في سيرفايكال قصدي نيش اكتوبك او سيزيريان سكار بريجننسي حصل حمل في جرح القيصريه اسيبه ولا انهيه؟ ولو نهيته انهيه باني طريقه؟ بالكحت التقليدي واحصل ناس في رهيب ممكن المريضه تروح فيه، ولا ان انا هدي حقن وادويه بشكل معين داخل الكيس ده وهطلعه بعد كده بمنظار او حتى هشيله مانوال بالسكشن؟ هل اعمل يوتراين ارتري امبولايزيشن اعمل سده شريانيه في الشريان الرحمي عشان اقلل النزيف، ولا اقدر اعمل تدخل بكل التقنيات دي عشان اقلل النزيف واحافظ على رحم؟ ولا الاهم على المطلق ان انا اكون شخصت الحاله دي؟ طب لو لقيت الحاله والنشر الموجود هل ينفع ان انا اسيبه لمريضه تحمل في وجوده ومتابعه بشكل معين زي ما الدراسات بتقول ان ممكن اكمل بيه الحمل بس ما كملش الحمل للاخر عشان ما يحصلش انفجار للرحم؟ هل لو عملت اي في اف وحقن مجهري وانا عارف ان في نش موجود هل اعمل حقن مجهري بجد في وجود النش ولا اصلح النش الاول؟ طب لو عملت حقن مجهري انقل كام جنين؟ واحد ولا اتنين؟ ولا الافضل لو بنقول ان زي بنحاول نحط تلات اجنه عشان نزود فرصه الحمل بس ما عنديش علاقة اقدر اعمل حاجه زي كده؟ طب افرض جنين انغمز فوق واحد تحت هنهي الحمل؟ طيب هل اخد كونسنت على المريضه عشان اعرفها زي ما بيتم ان في نش عندك وفي فرصه ان ممكن الرحم ينفجر واحنا شغالين اثناء الحمل؟ ولا المريض يعرف ايه وما يعرفش ايه عشان يبقى مرحله الحمل مرحله امنه ونقلل المشاكل لو بصينا في المرايه الجانبيه قبل ما تحصل الحادثه وفي البقعه العمياء او النقطه العمياء في المرايه الجانبيه عشان ما يضلش التشخيص ونشخص صح؟ ولا نسيب الامور تبقى ماشيه ازاي؟ الرحم هذا هو الرحم، هذا هو الرحم، حته في الجدار بتاع الرحم ضعفت عملت انبعاج خارج جدار الرحم، هذا الانبعاج هو المشكله. انت الان كدكتور وكمريضه وكعائل تتعاملون مع قنبله لا موقوته. انا بقى بسميها قنبله موقوته. طبعا طبعا دي حقيقه. سلوك بقى حمراء وخضراء قنبله الموقوته دايما المشهد السينمائي اللي بيحط بيها ايه؟ ان انا هاجي اوقفها هتعامل معها هشيلها كلها هرميها هاجي على السلك الاخضر اقطعه ولا الاحمر؟ ما قلنيش ده كده. هل هنتظر لما يحصل حمل وتعامل ولا اربير جدار الرحم من الاول؟ هل ده ممكن؟ هستأصله ولا اسيبه؟ طب لو حصل حمل هل انا في امان ولا ممكن ينفجر؟ طب لو عملت حقن مجهري هل انا في امان ولا الحقن المجهري ده ممكن الامبلانتيشن او زرعه الجنين تيجي لاجل حظ الابيض في الحته اللي فيها هذا الانبعاج والضعف والفتق فيحصل انفجار؟ انا خايف من حاجه اسمها انفجار رحم. كان زمان وانا في خمسه طب لما مذاكر نساء وتوليد يجي موضوع رابشر يوترس او انفجار رحمي تلاقينا كلنا برقنا وركزنا، فالموضوع مهم جدا. خليكم مع الدكتور.